طيب، مساء الخير، السلام عليكم. النهارده في الويبينار السادس بتاعنا، النهارده مساء الخير، السلام عليكم. بنبتدي الويبينار الرقم 6، سيريس اوف ويبينارز احنا عاملينها علشان الناس اللي معانا في الميدل ايست والناس المختلفة. معانا كمان النهارده سبيكرز مختلفين، معانا حد كذا حد من مصر، ومعانا ناس من مالتي ناشونالز، ومعانا كمان زميلنا باشمهندس عمار من استراليا. اوكي، الويبينار بتاع النهارده حبينا نتكلم فيه from business point of view على البيزنس continuity بلان. السبيكرز اللي معانا النهارده يا ريت نعمل ميوت لو عندنا صوت. نبتدي نعرف نفسنا واحد واحد، فبليز دكتور بيومي اتفضل عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. سامعيني كده؟ سامعينك حلو جدا. اه تمام. انا اسمي بيوم عليان، بشتغل دايركتور اوف ووشنج ماشين جروب في مجموعة العربي. حاصل على درجة دكتوراه من إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية، تخصص بروجكت مانجمنت. ما شاء الله ما شاء الله، اهلا بيك يا دكتور، وشكرا أهلا على وسهلا شركة. بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. باشمهندس شادي باهر، يا ريت تعرف نفسك. باشمهندس شادي الصافتي اتفضل. مساء الخير، أنا شادي الصفتي، مدير قطاع التصنيع والجودة والإدارة الهندسية بشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا. اهلا بيك اهلا بيك، ثانك يو. طيب نرحب بدكتور ياسر، اتفضل عرفنا بنفسك. السلام عليكم جميعا، أنا ياسر الجمل، أنا كنت مساعد مدير عام في إمارات MBD دبي. كنت مسؤول عن الـ Private Banking and Asset Management، وحالياً أنا Investment and Financial Consultant و Instructor في الـ AUC، ومعايا ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في الاستثمار والتمويل حالياً في جامعة عين شمس. اوكي، وإن شاء الله النهاردة نتكلم معاكم على كل الأمور اللي ممكن تكون بتشغل بال كثير من الناس النهاردة بخصوص الاقتصاد والاستثمار يعني. اهلا بك يا دكتور، مشرفنا. أهلا بك. معانا كمان باشمهندس عمار زكي. باشمهندس عمار زكي هو يعني كان معانا في مصر، كان اشتغل في اكتر من شركة مالتي ناشونال، وهو حاليا شغال اوبريشنز في مصنع الادهيسيفز والمطهرات اللي موجود في هنكل في استراليا. فعمار برضو من الناس اللي هتضيف لنا كتير، وهو يعني متحمل التايم لاج يعني اللي هناك. فعمار عايزين كده نسمعك، يا ريت تعرف نفسك. It seems ان بس في حاجة لسه عمار ما بقاش معانا، فلحد ما عمار بس يبتدي هنبتدي، هيبقى معانا كمان شوية بس تو انشور. هنبتدي الأول دكتور ياسر الجمل، لأن it's all about money. فاحنا النهارده في كل ويبينار وي ادرس ديفرنت توبكس، بس النهارده قلنا ان احنا هنبتدي نتكلم في البيزنس كونتينيوتي بلان. دكتور ياسر معانا النهارده عشان يتكلم معانا في ايكونوميك فيو، لان احنا محتاجين نبقى فاهمين هي الازمه. الناس كانت فاكره ان هي الموضوع مجرد اسبوعين وهيعدوا، لا، الموضوع ممكن يبقى اكبر شويه. طيب عشان هو معرضين ان هو يبقى اكبر شويه، محتاجين نتكلم نفكر في الانفستمنت بقى، والفاينانس في الفاينانس هيحصل فيها ايه. فمحتاجين ايكونوميك فيو على كوفيد 19 امباكت على الجلوبال ايكونومي. فاتفضل يا دكتور. طيب، هو زي ما حضراتكم عارفين الأزمة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي يعني هي أزمة صحية، لكن كثير من الناس ينظروا إليها على إنها أزمة اقتصادية في المقام الأول. ويمكن ده بحث أجرته الـ World Economic Forum، قالوا إن أكثر من 10,000 واحد بينظروا إلى هذه الأزمة على إنها أزمة اقتصادية قبل أن تكون أزمة صحية. ويمكن ممكن حضرتك في خلال الحظر تقدر يعني بإذن ربنا سبحانه وتعالى تحمي نفسك من المرض، لكن قد يكون هناك في صعوبة في إن أنت تحمي نفسك من الآثار الاقتصادية سواء لشخصك أو لشركتك.
الحقيقة الأزمة دي أزمة فريدة من نوعها شوي، يعني ممكن لم تمر على اقتصاديات الدول في التاريخ الحديث، لأنها أزمة يمكن إحنا قبل كده كان دايما لما بيبقى فيه أزمات بتبقى أزمة تخص العرض أو تخص الطلب، تخص التضخم، تخص البطالة، يعني كانت بتبقى جانب واحد من الجوانب، لكن المرة دي أزمة تسمى أزمة مزدوجة لأنها بتضرب العرض والطلب، يعني جانبي العرض والطلب الاثنين بيتأثروا بشدة وبيتأثروا سلبا. يمكن جانب العرض بيتأثر لأن هناك جهود لاحتواء الأزمة، والجهود دي بتحد من حركة المصانع والشركات، وحاجة كمان إن هناك هنا برضو في ارتفاع في تكاليف ممارسة الأعمال نظرا للقيود اللي هي فرضت من جانب الحكومات، وبالتالي في مشاكل في السبلاي تشين على المصانع، فده بيؤثر بشدة على السبلاي اللي موجود في السوق أو الجانب العرض. أما بخصوص جانب الطلب فهتبص تلاقي إن معظم المستهلكين عندهم مشكلة فيما يخص السلوك الاستهلاكي بتاعهم، وده ناتج عن حالة عدم اليقين والسلوك التحوطي للمستهلكين فيه دلوقتي. النهاردة كل الناس تقريبا بتأخر أو بتأجل كل طلباتها وكل مشترياتها، وبتنفق فقط على حاجتين اتنين، على الغذاء والصحة. ويمكن جوجل من تقريبا 3 أيام نزلت برضو بخصوص الموضوع ده، وقالت إن حصل انخفاض في حركة الناس الطبيعية بنسبة حوالي 50% من بيوتهم لأعمالهم ومن أعمالهم لبيوتهم، فده يدل على إن السلوك التحوطي وإجراءات احتواء الأزمة كل ده بيؤثر على جانب العرض والطلب. لو بصينا كده نظرة سريعة على الجلوبال ايكونوميز قبل الأزمة، هنلاقي إن التوقعات من الورلد بانك ومن الاي ام اف ان الدول ان كان ممكن تعمل معدلات نمو لا باس بيها، على راسها طبعا امريكا والصين. يمكن كان متوقع ان الصين تصل الى 6.7، ده كان انخفاض برضه في معدلات النمو عندها، لان الصين كانت معتاده على ان هي تعمل 10% و11% معدلات نمو، النهارده بنتكلم في 6% معدلات نمو، او قبل الازمه بالتحديد أمريكا كنا بنتكلم في حدود 2.5% 3%. الاقتصاد العالمي بشكل عام كان متوقع أنه ينمو بمقدار 3.5%، النهاردة بعد الأزمة متوقع أن هو يخفض معدلات النمو إلى 1.2 من 10. 1.2 من 10 ده رقم طبعا يعني صعب جدا، و ورقم 1.2 من 10 دوت بالنسبة لنا يعني ما حصلش بقاله سنين، صح؟ مصر احنا كنا بنستهدف، بالنسبة لمصر احنا كنا بنستهدف 5.8%، من المتوقع ان احنا نصل الى 4، ولو استمرت الأزمة ممكن نصل الى 2.3%. لكن فيما يخص الدول اللي هي زي الصين والهند والبرازيل بالتحديد، دول كانوا متوقع انهم يعملوا في حدود 7 و6%. اوكي، طب لو هنموف اون ونسأل حضرتك سؤال تاني عن الاي ام اف، يعني برضه حضرتك منشند الاي ام اف، وات از اي ام اف وايه الاذر انترناشونال فاينانشال انستتيوشنز دورهم ايه للتجهيز علشان نواجه الازمه دي؟ طيب، هو الاي ام اف اللي هو صندوق النقد الدولي، وده بيضم حوالي 189 دوله دول اعضاء، ومن خلال عضويتهم بيقدروا يحصلوا على مزايا من الصندوق. ويمكن احنا مصر من الدول الاعضاء الناشطه في صندوق النقد الدولي، وحصلنا بالفعل على حوالي 12 مليار دولار بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادي في 2016، وكانت آخر شريحة يمكن الشريحة السادسة كانت في نص السنة اللي فاتت في 2019، وحصلنا بالفعل على 12 مليار دولار. ودي ميزة صندوق النقد الدولي إن هو بيدي للدول يعني شهادة كده قصاد العالم كله إن هي اقتصادها قوي وقادرة على عمل الإصلاحات اللازمة في الاقتصاد بتاعها.
لو خدنا نظرة سريعة كده على الآراء وتوقعات المؤسسات الدولية، هنلاقي إن الـILO هي الـ International Labor Organization، منظمة العمل الدولية، بتقول إن تقريباً الأزمة بتاعت الكورونا اقتصادياً هيكون أثرها أكبر بكتير من الأزمة اللي مرينا بها في 2008، وإن أكتر من 22 مليون وظيفة فقدت في 2008، لكن في الأزمة الحالية معرضين إن إحنا نزيد عن 30 مليون وظيفة تفقد في أزمة كورونا. الأسبوع الأخير بس في أمريكا تم تسجيل 6.6 مليون طلب للإعانات البطالة. فالنهاردة أمريكا بنتكلم تقريباً إن معدلات البطالة بتاعتها طلعت من 3.5%، بعض التقارير بتتكلم على إنها وصلت ل 10%، وده رقم كبير جداً أمريكا ما طلعتلوش بقالها فترة كبيرة. الخسائر اللي ممكن نخسرها في الدخل العالمي للعمالة بيتراوح ما بين تريليون دولار، 900 مليار بالتحديد، ل 3.4 تريليون دولار. كل ده جه في تقارير منظمة العمالة أو العمل الدولية. منظمة الاقتصاد والتعاون الدولي قالت أن ممكن الاقتصاد العالمي يشهد معدلات نمو 1.25%، وده رقم منخفض جدا وهيكون ليه أثار سلبية على معظم الدول. الأمر الثاني فيما يخص التعليم، احنا النهاردة أكتر من 124 دولة على مستوى العالم قفلت مدارسها إغلاق كامل، وده بعض المنظمات بتتحدث على انه هيكون لي اثر سلبي على حوالي 1.25 مليار متعلم من المرحله الابتدائيه للمرحله التعليم العالي. كل ده هيبقى ليه اثر سلبي على اقتصادات الدول، وبالتالي صندوق النقد الدولي هنا هيكون لي دور في ان هو يتدخل لاسعاف هذه الدول. صندوق النقد الدولي عشان نبقى عارفين طاقة الإقراض بتاعته، يعني يستطيع أن يقرض الدول لحد 2 تريليون دولار، وهو بالفعل في 85 دولة تقدمت بطلبات للحصول على إقراض من صندوق النقد الدولي. يعني صندوق النقد الدولي أعلن أن في 85 دولة حاليا تقدموا بالفعل للحصول على إقراض منها، وهو قال أن هيدي إسعافات سريعة في حدود 50 مليار دولار، 10 مليار دولار منهم للدول اللي هي ذات دخل منخفض وزيرو فايدة صفرية، و40 مليار دولار هتروح للدول الإميرجين كونتريز اللي هي الدول الصاعدة أو الأسواق الصاعدة اللي من ضمنها مصر. صندوق النقد الدولي عنده بداخله صندوق آخر بيسمى صندوق احتواء الكوارث والأزمات، والصندوق ده بيقدر يساعد الدول ان هي تدفع خدمة الدين بتاعتها، يعني الديون اللي عليها والديون اللي عليها. طب لو احنا سألنا الارقام دي ارقام كبيرة، يعني حاجة بتتكلم في ارقام هتتدبر من احتياطي، صح؟ من احتياطي العالم من الصندوق النقد الدولي. يس. طب صندوق النقد الدولي وهيدي الحاجات دي بزيرو انترست لدول العالم؟ لان احنا النهارده بنمر بازمه العالم مدرك تماما اهميه التكاتف فيه، وان يعني لازم يكون في هذا النوع من التعاون للخروج من الازمه دي. اوكي. لان خلي بالك ان صندوق النقد الدولي من مصلحته برضو ان الدول تكون قادره على سداد مديونياتها، لان صندوق النقد الدولي في المقام الاول عمله قائم على اقراض الدول، فاذا لم يكن لدى الدول قدره على سداد هذه المديونية صندوق النقد الدولي نفسه هيتأثر. طب نسألك سؤال مهم برضو، طب هي الأزمة دي من أنهي نوع؟ يعني كنت تفضلت وشاركت معانا وجهزت لنا بعض السلايدز إن الإيكونوميك سايكل والريسيشن، الريسيشن ده هيقعد لحد إمتى وعامل إزاي والشيب بتاعنا إيه؟ طيب تمام. هو الـ لما نيجي نبص على التوقعات الاقتصادية لازم نبنيها دايما على أساس هذه الأزمة. فالأزمة دي في المقام الأول زي ما قلنا هي أزمة صحية، فلما نيجي نشوف السيناريوهات اللي الأطباء والخبراء توقعوها قالوا إن في احتمال يكون في 3 سيناريوهات. السيناريو الأولاني إن الناس تلتزم بعملية الحظر وإن المرض ده يختفي بإذن الله بلا رجعة، والسيناريو الثاني إن يعني يجي فصل الصيف فينتقل المرض من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، وثم مرة أخرى لشمال الكرة الأرضية بحلول الشتاء بتاع 2020-2021.
وده يمكن السيناريو الثاني ده الخبراء في المجال الطبي بيرجحوه أكتر من السيناريو الأولاني. أما السيناريو الثالث إن ممكن المرض يتم إيجاد لقاح ليه أو مصل ليه وتنتهي الأزمة دي وترجع الأمور كما كانت. لكن لو إحنا بصينا على الركود وشكله المتوقع زي ما الجماعة الاقتصاديين بيقولوا إن ممكن الأزمة دي تمر بأربع أشكال، والأشكال دي خاصة بحالة الركود اللي ممكن نتعرض ليها. الشكل الأولاني زي ما حضراتكم شايفين اللي هو V shape على الشمال، وده الشكل ده ممكن يعني بيحصل فيه انخفاض سريع جدا في عملية الطلب والاستهلاك، ومن ثم تعود الحياة مرة أخرى بشكل سريع في حين زوال السبب الرئيسي لهذه الأزمة. ويمكن أمريكا بالتحديد مرت بهذه الأزمة سنة 1953، كان حصل عندهم انتعاشة قوية جدا في الاقتصاد، وبالتالي كان بيصاحبه حالة تضخم، فالبنك المركزي اضطر ان هو يتدخل رفع الفايدة، فده سبب حالة انخفاض في معدلات النمو وانكمشت الأسواق بنسبة 10% تقريبا، وبدأ يتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار مرة أخرى، ومن ثم عاد الاقتصاد بمعدلات نمو قوية كانت تقريبا في حدود 8%، وده بيعمل لنا شكل الفي اللي حضراتكم شايفين على الشمال فوق. شكل الفي ده بينزل بسرعة لكنه بيطلع بسرعة في الوقت اللي بيزول فيه سبب هذه الأزمة. لو رحنا على الشكل اللي تحته على طول اللي هو الدبليو شيب، الدبليو شيب ده بيبقى فيه إجراءات من الحكومة بتحاول إن هي يعني محاولات لتعافي الاقتصاد، لكن بيكون يعني بيحصل انتعاشة حقيقية لكن بنسميه مش فول ريكوفري، يعني مش تشافي كامل، وبالتالي بينزل مرة أخرى لحين زوال أسباب الركود، ومن ثم يعود مرة أخرى للانتعاش ولمعادلات النمو الطبيعية، وبيخلق لنا شكل الـ W اللي حضراتكم شايفينه. وده يمكن حصل في أمريكا برضو في سنة 1973 إلى سنة 1975. الفي شيب اللي فوقه ما بياخدش مدة طويلة، ممكن ياخد في حدود سنة، إنما W شيب بياخد تقريبا في حدود سنتين. اليو شيب اللي هو فوق على اليمين ده بيكون أنا عكست W shape زي ما حضراتكم شايفين على الشمال، ده ممكن ياخد مدة أطول شوية. اليو شيب هو اللي حصل في أمريكا سنة 1973، وده بياخد من سنتين إلى ثلاثة بحد أقصى، وده بيعمل يو شيب، يعني بيحصل انخفاض في معدلات النمو وانكماش في الأسواق ويستمر مدة في حدود سنتين أو ثلاثة ثم تعود مرة أخرى. وده الشكل اليو شيب، ده الشكل اللي احنا بنأمله إن الأزمة ما تعديش أكتر من كده، يعني بنأمل اليو شيب. الفي شيب كثير من الاقتصاديين بيقولك إن مش ممكن يحصل، يعني لأن واحتمالية استمرار الأزمة دي ممكن تستمر لما بعد سنة 2020. عشان كده احنا بنأمل في إن الشيب اللي يبقى لو ما نفعش الفي شيب يحصل هو اليو شيب. الشيب الأخير اللي هو ال شيب على اليمين تحت ده أخطر شيب ما نحبش خالص احنا ندخل فيه، ولان ده بيحصل معدلات انكماش كبيره في الاسواق وتستمر عليها سنوات، ممكن تصل الى من 5 إلى 7 سنوات وممكن تزيد عن كده كمان. والشيب ده مناسب ليه اكتر الازمه الماليه اللي خضناها بعد 2008، ان حتى هذه اللحظه لم تتعافي تعافي كامل او لم تتعافى تعافي كامل من اثار الازمه في 2008. لذلك يعني الازمه الماليه اللي ممكن الاقتصاديين متوقعينها دلوقتي بنسميها Great Financial Crisis، دي لضخامه ولقسوه اثارها السلبيه، لا قدر الله لو استمرت هتكون أثارها يعني أقصى من أثار 2008 و2009. طب يا دكتور thank you على البريف دي، حاجة جميلة يعني، thank you for the quality of preparation. ودلوقتي if we move وهنرجع لك تاني يا دكتور، لأن عندنا شوية information حلوة أنت مجهزها لنا، ف want to learn it.
طب زي ما الدكتور شرح لنا واتكلم معانا وشرح لنا الكونسبتس اللي هي بتاعت الايكونومي، مهم قوي ان احنا نتكلم مع الشركات الكبيره والبيج كومبانيز وات يو ار دوينج، لان اتس فيري امبورتنت لاي شركه ان هي تبص لحاجه اسمها البيزنس كونتينيوتي بلان. النهارده احنا في ايكونومي، الايكونومي فيه حاجات كتيره انسرتن، مش معروفه انسرتن، احنا مش عارفين احنا رايحين فين او وات ويل هابن. الشركات الكبيره It's great لما يكونوا collaborating معانا زي شادي النهارده، لأن هو leading a very important business اللي economy محتاجه اللي هو الاوتوموتيف. الاوتوموتيف النهارده حجم العربيات اللي بتتباع annually، الاعتماد على local market، الكلام ده كله مهم في صناعه. احنا مش بنتكلم في 5 ل 10 مصنعين بين عربيات واتوبيسات في مصر، احنا بنتكلم في industry base كبيره عندنا مئات الموردين وموردين الموردين، وده قطاع كبير. البيزنس كونتينيوتي النهارده بلان از ا ميجر ايشيو على التوب برايورتيز بتاعه الشركات الكبيره كلها. I would like to introduce شادي صفتي زميلنا من جنرال موتورز. ان ثانك يو يا شادي اولا فور جوينينج اس، دي وي ريلي ابريشيت ات، وي نو يو ار سوبر بيزي وعندك حاجات كتير، ف ويلكم. ونحب نسالك اول سؤال، هاو ديد يو ابديت بقى البيزنس كونتينيوتي بلان؟ الشركات تعمل ايه؟ How to update the business continuity plan during COVID-19. أهلا بك يا شيرين، اتفضل. أهلا بك يا شيرين. أول حاجة زي أنت ما قلتي، ده الوقت اللي احنا لازم كلنا نتكاتف فيه، لو احنا شركات مالتي ناشونال أو شركات لوكال داخل مصر أو خارج مصر، لأن الإيشو فيري كريتيكال، ولو ما تضفرناش الجهود كلها مع بعض ما أعتقدش إن احنا هننجح إن احنا نحارب الفيروس او نرجع تاني نوصل للكونتينيوتي بتاعت البيزنس. فاعتقد دي دعوه للجميع ان احنا دايما نشير البيست براكتس. وجودي حتى معاكم النهارده انا بتعلم حاجات كتيره ممكن تساعدنا ان احنا نضمن البيزنس كونتينيوتي. طيب كل الشركات عندها بيزنس كونتينيوتي بلان، او اغلبيه الشركات عندها بيزنس كونتينيوتي بلان. اعتقد ان الوقت ده وقت مناسب جدا ان احنا نعمل ابديت للبيزنس كونتينيوتي بلان. اللي انا عاوز اشيره محدد ونيدد في البلان قبل ما اعمل لها ابديت، ايه الخبرات السابقه بتاعتنا في العمل في مصر؟ دايما ان الشركات بتعتمد على البيزنس كونتينيوتي او رؤيتها للبيزنس كونتينيوتي بتبقى هو الوقت اللي احنا بنقيس فيه الافكتيفنس بتاع البيزنس كونتينيوتي. طيب ايه اللي احنا محتاجين نشتغل عليه النهارده؟ طبعا في from different level، يعني في أي organization في حالة من الضعف موجودة من وجهة نظر الجوب سيكيورتي، من وجهة نظر فأعتقد إن احنا النهاردة as expert أو practitioner موجودين في مصر محتاجين إن احنا يبقى عندنا حالة من التفاؤل، مش عاوز أقول نبقى متشائمين، يبقى عندنا حالة من التفاؤل نتمنى الأفضل، ولكن برضو محتاجين بقى من وجهة نظر الريكس مانجمنت ان احنا نخطط للأسوأ. في تو اوبجكتيف مهمين محتاجين بالنسبه لنا، والاوبجكتيف بزنس كونتينيوتي على حساب الكوفيد اوف ماي تيم بتاعي، فالبلان مبنيه على التو اوبجكتيف المهمين دول. الصوت is breaking عندك يا شادي، فبليز check the internet connection. It's breaking. شادي ترى سمعنا؟ احنا we lost you totally. معاك. طب كده احسن. ممكن تفصل الكاميرا، تكون الكاميرا عاملاها ويك سيجنال، فممكن تتكلم من غير كاميرا من غير صوت. طيب فالنهارده بنتكلم على ال 8 steps تشتغل بيهم، برضو مهم جدا. النقطة الأولى إزاي إن أنا أراجع الكور سيرفيس، أو إيه الحاجات أنا بشتغل بيها في الأورجنايزيشن بتاعتي، إيه الدور الأساسي بالأورجنايزيشن بتاعتي وأبتدي نعملها الأول. فمن الحاجات أتأكد منها إن أنا أراجع الإنفنتوري بتاعي، أراجع الوير هاوس بتاعتي، هل أنا عندي المواد الخام ايه اللي موجود عندي، فاينل برودكت اللي عندي موجود قد ايه. هي دي النقطة الأولى اللي أنا بيزد عليها أقدر آخد قرارات مهمة جدا بعد كده. فهي دي الخطوة الأولى اللي أنا بحتاج إن أنا أبتدي بيها، وهي
ازاي ان انا اعمل كل الستوك اللي عندي في الفاينل برودكت وفي الرو ماتيريال البي بي ايز برضو للسيفتي بتاعتي، كل الحاجات دي مهم ان انا اراجع. طيب باجي بعد كده ابتدي للنقطه مهمه جدا، في مصر ما عندناش فيها شركات اخرى او عشان يمكن دول خبره كبيره الورك او وورك ريموت. ببتدي بطريقه مهمه بالنسبه لي، محتاج ان انا اشوف ايه امكانيه ان مجموعه من الناس اللي عندي تورك فروم هوم او تورك ريموتلي، ايه الانفراستراكشر اللي انا محتاجها، ايه السوفت وير او الهارد وير اللي انا محتاجه. هنا بيدور كبير قوي على التيم بتاع الاي تي، ازاي ان هو بيعمل ارينجمنت لكل الحاجات دي، وازاي ان هو بيتست الحاجات دي. طبعا مهم جدا يبقى عندي سكسيشن بلان لكي بوزيشن. يمكن انا على طول بيبقى عندي سكسيشن بلان، بس ده وقت ان انا اراجع تاني السكسيشن بلان. ممكن يكون بعض التيم بتاعي مش موجود في مصر، موجود خارج مصر، ممكن يبقى التيم بتاعي موجود في محافظات اخرى، ممكن يبقى في حظر على المحافظات الاخرى ديت، فده يمنع ان التيم بتاعي يبقى موجود في المصنع او في الشركه. من الابلكيشن اللي انا شايفها مفيده جدا او فيري فاليبل زي اللي احنا بنستخدمها النهارده هو طبعا زوم. في كونسيرن كتير على زوم في السايبر سيكيورتي، بس متهيألي الاديشن الجديده افضل وفيها مور سيكيورتي بريكوشن. مش كل الشركات عندها سوفت ويرز للحاجات دي، فممكن برضو يبقى في حاجات فري سوفت وير. ودي النقطه الثانيه، ودي نقطه مهمه جدا. النقطه الثالثه اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليها هي السيفتي بتاعت التيم بتاعي. ومن الحاجات اللي بتحصل يعني للاسف موجوده في مصر، ان احنا النولج بتاعتنا بنحاول نجيبها من مصادر غير ما عندهاش كريديبيليتي كبيره. ففي مصدرين مهمين جدا احنا بنحاول نعتمد عليهم، هم السي دي سي كوميتي ديزيز كنترول والاوشا طبعا في الولايات المتحده الامريكيه، ودول بيحددوا معايير السيفتي، ودول بيحددوا معايير البريفنشن بتاعت الفيروس. يعني طبعا في حاجات مضحكه شويه بنشوفها على السوشيال ميديا على حاجات في البريفنشن، حاجات يمكن مش حقيقيه. فمحتاج ان انا ارجع للاثنين ويب سايت دول، طبعا في الدبليو اتش او وفي وزاره الصحه المصريه، اعتقد الحاجات دي كلها مهمه جدا. الاوشا اصدرت جايدنس مهمه قوي، هي اللي موجوده طبعا على الرايت سايد، اللي هي جايدنس اون بريبيرنج ورك بليس فور كوفيد 19. ودي تعليمات عمل ازاي ان انا اجهز الورك بليس بتاعي علشان السوشيال ديستانس، ازاي ان انا اجهز البريكوشن المطلوبه او البريفنتيف ايفورت الموجوده. يمكن الجايد لاين دي موجوده فري على الويب سايت osha.government، ودي ممكن تبقى فيري جود فريم ورك ان انا ابيلد عليها السيفتي سيستم بتاعي في الوقت اللي هو اللي احنا فيه النهارده. واعتقد دي كلها حاجات مبنيه على فريم ورك علمي معمول فيه اكتر من ريسيرش، فده حاجه فيها كريديبيليتي اعلى شويه. طيب النقطه الرابعه المهمه بالنسبه لنا الكوميونيكيشن. دايما في الوقت اللي فيه انسرتينتي الكوميونيكيشن بيبقى مهم جدا، فمحتاج التيم بتاع الكوميونيكيشن بيشتغل على كوميونيكيشن استراتيجي للموظفين داخل الاورجنايزيشن، الكاستمر بتوعي، السبلاير، السب كونتراكتور، الميديا، كل الناس اللي بتشتغل معايا. بفيزي اوضح لهم ايه البلان بتاعتي في البرودكشن، ايه الوركينج اورز بتاعتي، ايه الايفكت او ايه الامباكت بتاع اللي انا بعمله عليهم. يمكن كمان لو هنتكلم على الكاستمر، لو انا عندي شو روم او ان انا عندي في اي حاجه فيها كاستمر انترفيس، محتاج ان انا اتاكد ان الكاستمر سيف وسكيور. النقطه الخامسه وهي نقطه مهمه جدا كونسيدرنج الفاينانشال امبليكيشن، وزي السلايدز السابقه ان اكبر مشكله بتواجهنا في الكوفيد 19 او في الوقت الحالي هي الكاش فلو. ويمكن الشركات اللي هتقدر تنجح في التريزيرف الكاش هي الشركات اللي هتقدر انها تتخطى الازمه بشكل جيد. مشكله الكاش فلو ان زي ما لو موجود مثلا حظر كلي في مصر لمده اسبوعين او 3 اسابيع، يبقى مش هقدر ابيع البرودكت بتاعتي، انا في ماتيريال انا اوريدي دفعتها او اشتريتها، هتقابلني مشكله كبيره قوي في الكاش فلو. فمن اول الخطوات اللي انا ابتدي اشتغل عليها ازاي ان انا ريديوس الكوست بتاعتي. دي نقطة مهمة جدا يمكن هنتكلم عليها في سلايد بعد كده. بنيجي النقطة رقم 6 هي الكونتينجنسي بلان بتاعتي، وان انا ازاي في الكونتينجنسي بلان بلان فور اي حاجة ان اكسبكتد
ممكن يكون عامل عندي في المصنع جاله كورونا فيروس، هتصرف ازاي؟ ممكن يكون حد في الكاستمر، حد في السبلاير، لدرجه ان ممكن احد السبلاير تير 1 او تير 2 يكون في المنشاه بتاعته عامل جاله مثلا كورونا فيروس لا قدر الله، بيبتدي المصنع ده يتقفل لمده 14 يوم، ده ممكن ياثر على التشين بتاعتي كلها. عشان كده مهم جدا ان انا كل الحاجات اللي انا بشتغل فيها زي ما كنا بنقول في الاول ان انا اشير مع السبلاير بتاعتي وانقل الفكر ده برضو للسبلاير. انا بس بشوف في سؤال يعني بيتكلم على الكونتنجنسي بلان من احمد موسى، ان هو بيتكلم ان ازاي ان عندي 60% او 70% من الرو ماتيريال بتاعتي بتيجي من الخارج. الوقت الحالي يا احمد بالنسبه لدول مثلا زي اسيا او شرق اسيا دلوقتي الوضع افضل كتير. انا بتكلم على صناعه زي صناعه السيارات، أغلبية الصناعات المصرية بتعتمد اعتماد كلي في استيراد المكونات من الهند ومن الصين ومن تايلاند. في الوقت الحالي طبعا في أكتر من بديل ومفيش أي مشاكل. الصين يمكن رجعت بتعمل بالطاقة القصوى بتاعتها، كوريا ما قفلتش لغاية دلوقتي، يمكن مفيش تأثير كبير على السبلاي تشين لمصر أو التير 2 بتاعنا في مصر. طيب الحاجة بس شادي، المهمة الثانية اللي عاوز أكد عليها، شادي معلش الناس بتسأل أسئلة كتير هنجمعها كلها في الآخر، فنو وريز يا جماعة اللي عايز يكتب أي سؤال بليز رايت ات وهنجاوب على الأسئلة في الآخر، فدونت وري وي ار تيكن كير اوكي. اوف. اوكي بليز جو اون. البوينت اللي انت اتكلمت فيها شادي برضو بوينت خمسة مهمة جدا، انت بتتكلم على الكاش وان الكاش از ذا كينج صح؟ بالظبط يا شيرين، ويمكن هتكلم في السلايد بعد كده. الشركات اللي هتقدر تنجح انها ترجع بسرعه في الماركت هي الشركات اللي هتشتغل بقوه وبسرعه على الكاش فلو. هدي حضرتك اكزامبل، مثلا لو انا النهارده عندي فاينل برودكت موجود في الوير هاوسز، نو نيد ان انا اشغل المصنع بتاعي وانتج، لان انا عندي برودكت في الفاينل كار وير هاوس او الفاينل برودكت. يمكن ان العامل بتاعي او المصنع ان انا اقفله لمده اسبوع او اسبوعين، اوفر تكاليف الكهرباء، اوقف كل التكاليف بتاعت الانرجي اللي بستخدمها، تكاليف الكافيتيريا، ترانسبورتيشن، اللوجيستكس، ده كاش فلو مهم جدا. لو انا دلوقتي برضو براجع المخزون بتاعي بلاقي عندي مخزون كافي بيزد على الديماند اللي موجود في الماركت، ممكن اعمل استوب البيرشيز اوردر او البي ارات اللي موجوده في البايب لاين، مش محتاج ادفعها النهارده. يمكن في افكار كتير ممكن استخدمها في الكوست كات عشان الريزيرف الكاش، منها مثلا التريننج، اعتمد على الاونلاين تريننج. وزي ما بقول لك اللي هيقدر ينجو من الازمه دي باقل خسائر في البيزنس هي الشركات اللي قدرت بسرعه انها تعمل كاش كونزرف استراتيجي وتقدر تحافظ على الكاش بتاعها. طيب اروح للنقطه رقم 7. زي ما قلت لحضراتكم في الاول، في شركات كتير بيبقى عندها بروسيس كونتينيوتي بلان ويمكن بروسيس كمان كونتينيوتي مانجمنت، ولكن ما عملتش تيستينج للبلان بتاعتها. لازم اختبر البلان بتاعتي واقدر اشوف فيها ازاي هي افكتيف ولا لا. وهدي مثال بسيط على حاجه اسمها كوميونيكيشن دي بنستخدمها ازاي. لو انا عاوز اعمل تغيير في الوركينج سكادجول او الوركينج اور، ازاي اقدر انا لو في مصنع فيه 1500 عامل ازاي اقدر اوصل المعلومه لو مثلا بكره الثلاث او الاربع هيبقى في نهايه الحظر. طب وات ايف ان الحكومه عملت حظر كلي، وات ايف ان الحكومه عملت حظر مدته اطول مثلا من الساعه 3، فمحتاج ان انا اكومينيكيت الوركينج اورز مع العاملين اللي هم ال 1500 عامل. فلازم يبقى عندي طبعا ابديت لكل الكونتاكت انفورميشن اذا كانت موبايل او تليفون منزل. انا بتكلم على عاملين في محافظات كتير، ده مثال بسيط ازاي ان انا اقدر اوصل لكل العاملين واشير معاهم الكوميونيكيشن بلان، السواقين، اللوجيستكس، الترانسبورتيشن. فبدري جدا في ازمات زي دي ودايما اون ريجولر بيزس محتاج اعمل تيستنج للكوميونيكيشن تشانل بتاعتي، محتاج اعمل تيستنج ازاي الانفورميشن ممكن توصل لكل العاملين في المؤسسه. طيب بنروح للنقطة رقم 8 وهي نقطة برضو مهمة جدا، قانون العمل وازاي ان انا في الاخر، ودي اهم حاجة، ان انا في كل الخطوات اللي انا بعملها انا محتاج ابقى very flexible في الاورجنايزيشن. وزي ما قلت الشركات ان شاء الله اللي هتنجح انها تمر من الازمة هي الشركات اللي اكثر مرونة. فلازم افهم كويس قوي قانون العمل المصري، ولازم اعرف كويس قوي قانون العمل طبعا رقم 12 لسنة 2003 والحاجات التنفيذية ليه او الحاجات الملحقة ليه، ازاي ان انا اشوف ازاي اطور الانتاج بيزد على الظروف الموجوده ولكن لا اخل
بقانون العمل المصري، لو هو بيقول ان العامل بيشتغل 40 ساعه اسبوعيا، ازاي ان انا اقدر اخلي مثلا بدل ما اشتغل 3 شيفت اشتغل 2 شيفت 3 كرو فور اكزامبل. ففي افكار كتير، بس لازم في الاخر ان انا اتاكد ان انا مطابق او كومبلاي مع قانون العمل المصري. طيب شادي، عندنا سؤال برضو تحب تشارك معانا، ده كان مهم برضو، ان هاو فاست الشركات تقدر تو ريسبوند اند ريكفر للكوفيد 19؟ ده سؤال يهم ناس كتير انها تعرف نعمل ايه. وزي ما قلنا شيرين، ان شاء الله الازمه دي هتمر وان احنا هنقدر، هي مساله وقت. هي الفكره الاساسيه ازاي الشركات تقدر ترجع مره اخرى بعد كوفيد 19. يمكن في اناليست كتير وشفت اكتر من ريبورت ماكنزي وديلايت ازاي ان الاندستري او البيزنس هيختلف تماما بعد هذه الازمه او بعد هذه الكرايزيس. يعني يمكن زي ما نوهت في الاول، اول جزء مهم جدا هو ستوب البليدنج. ازاي ان انا اعمل كاش مانجمنت، والفاينانس بيلعب دور كبير جدا. الليكويديتي، انا ممكن يقابلني مشكله ان انا ما اقدرش ادفع مرتبات العاملين، فمهم قوي ان انا ازاي اريزرف الكاش. زي ما قلت لحضرتك في الاول، براجع المخزون بتاعي في اوردرز مفتوحه محتاج اقفلها بيزد على بزنس داينامكس، لان الديماند اختلف، فمحتاج ارجع تاني اقف واعمل اساس للديماند. في بعض البرودكت مثلا فور اكزامبل، البرودكت دي مش هتبقى موجوده النهارده او مش محتاجينها النهارده بشكل كبير، وفي برودكت تانية ممكن يبقى في طلب عليها. ففكره الكاش دي فكره مهمه. هدي اكزامبل كده سريع كنا بنتكلم عليه قبل الكول مع احد الزملاء. احد الشركات اللي بتشتغل في الهير جيل بتاع الشعر، الشركه دي بتستخدم الكحول وبتستخدم مواد امبورتنت، يمكن الناس ما بتخرجش في حظر، الديماند قل جدا على الجيل. الشركه دي ممكن تفكر بسرعه جدا في ريستراكشر البيزنس بتاعها، وانها تعمل هاند سانيتايزر، هو برضو فيه كحول من مواد مختلفه، يمكن نفس المكونات بتاع الهير جيل بس بنسب مختلفه، ويمكن السبلاير بتاع الكحول هو موجود ما عنده في السبلاي تشين بتاعته. فازاي ان انا اشتغل بسرعه عشان اوفر الكاش في الاورجنايزيشن بتاعتي. زي ما قلت في براكتس كتير موجوده ناس كتير بتشتغل فيها زي التريننج، بلجأ دايما لاونلاين تريننج لو في انسنتيف بلان، لو في سبلاير ممكن اخد منهم بعض الفلكسبيليتي، وممكن اجل بعض اللونز اللي عندي او الانستولمنت. الشركات اللي هتنجح في الستيب رقم واحد اللي هي ستوب بليدنج دي، اعتقد هي اسرع الشركات اللي تقدر تريسبوند اند ريكفر بعد الفكره دي. ستيب 2 وستيب 3 زي ما كنت بدي الاكزامبل بتاع الهير جيل، ان انا محتاج ارجع تاني انالايز البيزنس بتاعي واتاكد الديماند عامل ازاي في الماركت، لان دي نقطه مهمه جدا ومحتاج ابقى فاهم الديماند اختلف. ان انا بلوز الريفينيو بتاعي بيزد على ان مفيش ديماند على البرودكت، ولا الانترنال كابابيلتي بتاعتي، لان يعني في شركات زي شركات الادويه وزي شركات مثلا الشركه اللي بتصنع فيتامين سي، الديماند زاد عليها بنسبه 25%، فهل هي هتقدر تغير المصنع بتاعها بشكل ما، الشيفت باترن بشكل ما، انها تحصل على مور بزنس وتستغل الفرصه وتديفلوب ريستراكشر بلان فور اكزامبل. فمهم جدا ان انا ابقى فليكسبل، مهم ان انا برضو اشتغل على اكتر من بلان. ده باختصار، ده باختصار للكابكوم. ثانك يو يا شادي، وخليك معانا، لسه في اسئله جايه لك كتير، ومحتاجين برضو ان احنا في الاخر نبقى مع بعض. دلوقتي احنا هنموف لصديق عزيز لينا، باشمهندس عمار زكي. باشمهندس عمار زكي هو الهيد بتاع مصنع هينكل استراليا، هو مصنع بيصنع ادهيسيف، هو ادهيسيف بلانت مانجر. عمار كان زميلنا بالمناسبه في سيمبيس كونسلتنج في مصر، وهو كان بلانت مانجر قبل كده في شل، وكان قبلها بيشتغل في اولمبيك جروب والكترولوكس، وعنده ماتش ما شاء الله يعني بيج اكسبيرينس. بنرحب بيك يا عمار. اهلا وسهلا، انا مبسوط ان انا بتكلم معاكم، فرصه كويسه جدا، اوقات تشالنجينج جدا دلوقتي. اللي انا حاسس بيه ان مع التشالنجز الكبيره في اوبورتيونيتيز لاي بزنس. زي ما المهندسه شيرين قالت، انا بشتغل في الهيسز، فاحنا ميجر سبلاير لشركات كتيره في الباكجينج وفي البرينتينج. فمع
البانيك باينج اللي حصل في الفترة الأخيرة. كان في opportunity في الماركت خصوصا مع الحكومة الأسترالية. أنا based في أستراليا. الحكومة الأسترالية كان عندها strict measures إن أي non-essential business لو هم مش متأكدين إنه يقدر يقدم work safe work environment كانوا بيتقفل على طول. فاللي حصل في الكورتر اللي فات إن إحنا تقريبا عندنا 50% أكتر من الكورتر بتاع 2019، وفي كتير من الكومبيتيتورز بتوعنا قفلوا في الماركت. فإحنا منتظرين، إحنا في نص الكرة الجنوبي فإحنا لسه هنخش على الشتاء، فمنتظرين كمان اللي ممكن Q2 touch wood إن شاء الله يكون برضو successful جدا. طب عمار لما اتكلمنا وقلنا ان احنا عندكم ثلاث حاجات بتشتغلوا عليهم، البريبيرنس والريسبونس والريكفري، فكان أيوة. الابوريت بقى وتشرح لنا هاو يو دو ات. اوكي، البروسيس اللي احنا بنريكومندها هما ثلاثه ستيبس، بس انا شايفهم شبه الثمانيه ستيبس شادي بيتكلم عليهم شويه، بس يمكن كلاستر بشكل مختلف. فاول حاجه احنا عايزين نعمل كل حاجه نقدر نعملها ان احنا نحضر نفسنا ونمنع ان يحصل عندنا انفكشن او ان احنا نخسر بارت من التيم او 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 كده. وده بنعمله من خلال ان احنا يبقى عندنا ريسك مانجمنت بلان، ويبقى عندنا برضو اناليسز لايه الامباكت اللي هيحصل بيزد على سيناريوز مختلفه. انا هتكلم في كل ستيب من دي اكتر ان ديتيلز. الخطوه الثانيه ان احنا ان كيس حصل عندنا التوب ايفنت، التوب انسيدنت اللي احنا خايفين منها اللي هي بتاعه الانفكشن دي، احنا هنتصرف ازاي؟ يعني ايه الريسبونس بتاعنا من ناحيه الكوميونيكيشن، ايه الديسيجنز اللي احنا عارفين اللي احنا هناخدها او السيناريوز كمانجمنت هيبقى التصرف بتاعنا عامل ازاي. والخطوه الثالثه هو ازاي نحاول نريستور الورك بليس بتاعنا او البيزنس بتاعنا في اسرع وقت ممكن. في السلايد اللي بعدها انا نستخدم دي يعني حلو، انا شفتها كتير قوي في ابلكيشنز دي علاقه بالسيفتي او في الكواليتي. وباختصار التوب ايفنت اللي انا بعمله ده اللي انا خايف منه ممكن يبقى ريسك سيفتي ريسك انسيدنت او كواليتي انسيدنت، انا عايز اعمل كل حاجه عشان بريفنت التوب انسيدنت ده من هو يحصل الكوزز دي، وفي نفس الوقت ان كيس ده حصل عايز احط الكنترولز الكافيه اللي تخلي الكونسيكونس اقل ما يكون كونتيند وكونتيند في اسرع وقت ممكن. الثري ستيبس اللي احنا اتكلمنا فيهم هيبقوا موجودين في السلايدز اللي بعديها. فاول ستيب بريفنت وبريبير، خلي بالكم دي في انيميشن فهي كل شويه هيطلع سطر لوحده يعني. اوكي، فاحنا من شهر يناير اللي فات لما ابتدت المشكلة تحصل ابتدى يحصل لنا فلاج، لأن الصين هي طبعا واحدة من أهم، عندهم بيزنس كبير قوي في أستراليا، فابتدى يحصل امباكت من الصين. فإحنا حسينا إن الامباكت ده ممكن يأثر بشكل أو بآخر في الأستراليا ماركت. وبالفعل يمكن في نص التاني من يناير ابتدى يبقى فيه قيود كتيرة على التصدير من الصين، فابتدت الاوبورتيونتي الاستيراد من الصين، فابتدت الاوبورتيونتي تطلع عندنا. احنا عملنا كرايسيس مانجمنت تيم. الكرايسيس مانجمنت تيم ده بقى يتقابل في الاول بشكل بريوديك، النهارده احنا بنتقابل كل يوم. الكرايسيس مانجمنت تيم ده في واحد من لو اسالك انا اسفه اني اعملك انترابشن، بس هو الكرايسيس مانجمنت ابتدى من امتى؟ يعني ابتديته من امتى تو ابوينت التيم، وابتديته من امتى تفكروا ان احنا في كرايسيس؟ يعني من جان ولا فيب ولا مارش؟ في النص الثاني من جان ابتدينا نقول احنا هنحضر كرايسيس مانجمنت تيم، وبقينا عارفين الاسامي بتاعته. وفي الاول في الوقت ده كانت المقابلات كل اسبوع في بداية الأسبوع عشان ريفيو على الأسبوع. بعد ما الأمور ابتدت تتصاعد واللوكال جوفرمنت هنا ابتدت تحط لوك داون فيزز أو إعلان الهو منظمة الصحة العالمية إن إحنا داخلين على جلوبال بانديميك في أول فبراير، ابتدى الفريكونسي يزيد
وابتدى بدل ما يبقى الكرايسيس مانجمنت تيم ده ليه علاقه بالبيزنس، يعني في الناس بتوع السيلز في كل ستيت وناس تحت اوبريشنز وناس من ديبارتمنتس اللي في البيزنس، ابتدى يبقى عندنا في كل بيزنس يونت يعني في المصنع ابتدى يبقى في لوكال كرايسيس مانجمنت تيم عشان يبص على الاوبريشن او لوكال كرايسيس مانجمنت عشان يبص على ديسيجنز سبيسيفيك بتاعه السبلاي تشين. فاحنا خدنا يعني بعض الميجرز اللي هي تقريبا كل الناس دلوقتي بتاخدها من بدري، ابتدينا اي حد ممكن يشتغل من البيت بقى يشتغل من البيت، قللنا عدد الناس اللي بتشتغل من السايت اقل ما يكون، بصينا في working pattern. على فكره في decisions كثيره من اللي احنا عملناها دي بتكلفه، بس تقريبا البنفيت منها النهارده اعتقد انه بي اوت واي كل التكلفه اللي احنا تحملناها ساعتها. فعلى سبيل المثال احنا لو كان عندنا ديبارتمنت بيشتغل في شيفت من الثلاث شيفتات، فكرنا ان الديبارتمنت ده يشتغل بتلت الكاباسيتي بتاعته في الثلاث شيفتات، فعشان نقلل الريسك احنا كنا بنحاول ان احنا يعني لو حصل عندنا هيت بحكم القانون في استراليا فهم هيجوا يشوفوا ايه البوتنشال امباكت هيكون على مين والاماكن ايه، والاماكن دي كلها هتتقفل. فاحنا حاولنا نخلي في عندنا بريزنس في كل الديبارتمنت في الثلاث شيفتات عشان لو حصل. ممكن نسالك سؤال يا باشمهندس عمار؟ انتوا بتجيبوا بريباريشن والستيب دي بتعملوها عاملين سيناريوهات لفتره قد ايه؟ يعني هل عاملينها لثلاث شهور، ست شهور، سنه، اكتر من سنه؟ يعني حاطين سيناريوز مختلفه؟ احنا يعني في جانوري فبراير ما حدش كان متخيل حجم المشكله قد ايه، فاحنا كانت البلان الاساسيه بتاعتنا كانت لتكمله Q1، وكان عندنا المايلستون اللي كنا دايما بنقولها في الاول ان البلان دي لغايه الايستر بريك اللي هو الاسبوع اللي جاي، بس مع تصاعد الاحداث ابتدت البلان دي تبقى رولينج بلان، بقينا احنا على طول بنحاول نبص على اتليست شهر قدام من ناحيه الـ على الاقل السبلاي تشين. انا كنت حاجه للحته دي ان احنا في بعض الديسيجنز اللي بناخدها بشكل يومي او اسبوعي، احنا كان عندنا فري زون مثلا السكادول البرودكشن بتاعنا كان بيبقى فيكس لمده اسبوع، احنا لغينا القصه دي وبقينا نبص على الموضوع ده بشكل يعني ممكن يوصف بعض الاحيان ليومي، لان الفلكتويشن في الديماند بقى مش متوقع، بقى في بانيك باينج زي في حاجات كتير في مواقف كتير، وبقى ساعات احنا من ضمن السيناريو بلاننج بتاعنا ده بنقول ان احنا لو حصل لاي شكل من الاشكال ما عرفناش نكمل الاسبوع ده، فاحنا عندنا اعلى بروفيتابيلتي في الاس كي يوز دي، والاس كي يوز دي اللي احنا عايزين نعملها والباقيين دول نايس تو هاف او كده. وطبعا احنا خدنا شويه من الماركت شير بتاع الكومبيتيشن، فبقى استراتيجيك ان احنا لازم يكون عندنا بريزنس في بعض الاس كي يوز. فخدنا شويه ديسيجنز، السلايدز هتبقى موجوده من غير ما اقراها كلها، ديسيجنز ليها علاقه بالوركينج باترن وبالناس نعمل فيهم ايه، بعض السيفتي او يعني بعض البروسيدرز بشكل عام اتغيرت زي الفريزنج زون بتاعه البلاننج وزي حاجات تانية. بس كده انا عارف احنا وي رانينج اوت اوف تايم، فلو في اسئله انا ممكن اجاوب عليها يعني. لا بالعكس احنا مستمتعين، هنرجع لك تاني وهنتكلم دلوقتي. عايزين نموف، معانا جيست برضو مهم جدا وحضر لنا برضو حاجات حلوه اتشرت معانا، دكتور بيومي. اوكي ايوه اهلا بيك. ما شاء الله المصنع بتاع حضرتك فيه كثافه عاليه في العماله. طبعا وعدد العماله انت ما شاء الله في منطقه صناعيه، وكل دلوقتي من العماله بتكبر ما الريسك بيزيد زي ما بيقولوا يعني. طبعا هو احنا مجموعة العربي عدد العاملين في مجموعة العربي حاليا 35,000 عامل، عندنا خمس قطاعات صناعيه، في قطاع صناعي عندنا في بنها وسنا واليوب وبني سويف وفي اسيوط. طبعا معظم العماله عندنا موجوده في المصانع، يعني مثلا اراوند 20,000 عامل في المصانع عندنا، فاحنا عندنا ورك فورس بتاعتنا
مركزة كلها في المصانع. طب نسألك أول سؤال بقى، أنتوا ما شاء الله عندكم عمالة، وطبعا عمالة وريسك، وكمان عندكم حاجة تانية إن في جزء كبير من التصنيع معتمد على العامل وليس معتمد على الماكينة. أنتوا مش بروسس اندستري زي مثلا معمار كان بيتكلم في أدهيسيفز بلانت، أنتوا عندكم مانيوال أسيمبلي. وبرضه نفس السؤال هنسأله بعد كده المهندس هو مش شادي كل برضه، العمليات عندنا مانوال اسمبلي، احنا عندنا في عندنا مانوفاكتشرنج وفي اسمبلي لاينز، ودي لازم العامل يبقى ريليتد بالخطوط الانتاج مباشره لانه مرتبط بالماشين. طيب نسألك بقى أول سؤال، إيه الإجراءات التي تمت في مجموعة العربي لمواجهة فيروس الكورونا؟ هو في جزئين الزملاء اتكلموا بشكل عام على الموضوع بتاع البيزنس كونتينيوتي، على حته استمراريه البيزنس في كذا بعد. البعد اللي انا هتكلم فيه الاولاني ان احنا رجعنا الاول البرودكشن والسيلز والانفنتوري، كميات البرودكشن، السيلز الديماند بتاع السوق الماركت، والانفنتوري عشان لو في مشاكل عندنا في الانفنتوري، في مشاكل عندنا في الكومبوننتس والماتيريالز من بعض السبلايرز، دي رجعناها كويس جدا. وفي بعض السبلايرز احنا كانوا في بدايه الازمه كانوا من تشاينا، نقلنا جزء كبير من السبلايرز بتوعنا من تشاينا لدول اخرى بحيث يبقى في تنوع عندي عشان اقلل الريسك بتاعي. الجزء بتاع البرودكشن والسيفت بتاع العاملين ده اللي هشرحه دلوقتي، ان احنا ازاي تعاملنا مع الازمه، خاصه ان احنا من المصانع اللي هي كثيفه العماله. احنا اول حاجه بدانا مجلس الاداره بدا يشكل لجنه لاداره الازمه. طبعا احنا عندنا في قطاع طبي في مجموعه العربي، قطاع الطب ده في 2001 من بدايه من الاطباء وممرضين، فطبعا المجلس الاداره كلف الاطباء عشان هم عندهم خبره كويسه جدا في الحته دي ان هم يديروا هذه الازمه. فبدانا نعمل نزود عدد العيادات في المصانع عشان عندنا في عيادات مركزيه. العيادات المركزيه دي بتبقى فيها عدد كبير جدا، فاحنا عملنا في كل مصنع عياده عشان نقدر نراجع على حاله العمال كلهم. بدانا عشان الحته بتاعت الكوميونيكيشن بدانا نعمل جروبات واتس لكل العاملين، وكل جروب واتس عليها احد الاطباء على مدار الساعه على طول مع الناس طول الوقت. كل جروب فيه دكتور لو عنده مشكله وعنده اسرته فيها مشكله او بعض الاعراض احنا بنتابع مع الايه مع بيتابع مع الدكتور وبيريكومند بعض الادويه وكده. بعد كده طبعا المجلس التنفيذي طبعا بدا يوجه للعاملين رساله طمانه من خلال المجلس التنفيذي من خلال المهندس محمد العربي، ان الناس طبعا بتبقى قلقانه في الفتره دي وتبقى متوتره، فطبعا يعني طمنهم على حته صرف مستحقاتهم، فدي حته مهمه جدا، وان احنا يعني العمال هم راس مال الشركه الرئيسي، فده كان احد الحاجات اللي هي طمانه العاملين عشان يبقوا عندهم نوع من الاستقرار النفسي في الانتاج. خامس نقطة ان احنا عملنا اجازة استثنائية للناس اللي هم المصابين واللي عندهم امراض مزمنة والحوامل واللي عندهم مشاكل في الفشل الكلوي والكبدي، بدأنا نديهم اجازات. سادس نقطة بدأنا نعمل حملة ضخمة بنطهر كل اماكن وفروع الشركة، سواء كانت المصانع او الستورز بتاعتنا او مراكز تلقي الخدمة للعملاء بتوعنا، طهرنا كل الاماكن دي. اوكي. بعد كده بدأنا نفكر في حتة تخفيض العمالة، فبدأنا نخفض العمالة، قسمنا العمالة لمجموعتين، مجموعة بتبقى موجودة في أيام ومجموعة موجودة في أيام تانية، على أساس أن أقلل كثافة العمالة في كل المصانع. بدأنا نوفر أدوات للعمال، نوزع عليهم أدوات الوقاية اللازمة، وبدأنا نطهر ونعقم أماكن العمل الموجودة دي بشكل دوري وبتشيك ليست دورية. أوكي حلو جدا. في فكره بعض الزملاء عندنا في المصانع بداوا يعملوها ان هم يعملوا بارتيشن ما بين كل العمال، فدي فكره كانت فكره جديده ان احنا مصنع المصانع بداها، فعممنا الفكره دي على كل المصانع ان ما بين كل عامل والتاني عملنا بارتيشن، والبارتيشنز دي بنطهرها كل فتره زمنيه معينه، يعني مثلا كل ساعتين بنطهر المنطقه بتاع كل عامل، وقسمنا وقت الراحات للعمال، كانت الراحات كلها مثلا بتتركز في ساعتين فردناها على 3 ساعات بحيث ان احنا نقلل برضو العدد. وفي المطاعم بتاع لان احنا بنقدم وجبه للعمال بتوعنا بصفة دورية، وجبة غداء للعمال في كل وردية. نفس الكلام برضو رتبنا المطاعم برضو بحيث ان كل ترابيزة يبقى عليها عدد معين من الافراد عشان الديستانس بتاع المسافة ما بين كل العمال تبقى ما تقلش عن 1 متر. طبعا احنا عقمنا كل المطاعم وبدأنا كنا بنقدم وجبات سخنة، بدأنا قدمنا لهم سندوتشات بحيث ان برضو الريسك برضو موضوع الوجبات دي موضوع العدوى ده يقل شوية، وبدانا نعمل حمله توعيه للعمال في الوسائل الخاصه بالتواصل. احنا عندنا وسائل خاصه بالتواصل جوه المجموعه
تواصلنا مع العمال وبدأنا نوعيهم على موضوع الحماية من الفيروس كورونا. بدأنا نعلم العاملين على حتة كيفية التعقيم بطرق آمنة، وبدأنا المرحلة الثانية بدأنا عندنا ماكينات صرف آلي حوالين بجانب المصانع بتاعتنا، ماكينات كتيرة جدا، فبدأنا نعمل لها تعليمات تشغيل وحطينا مطهرات على كل ماكينات الاي تي ام اللي بجوار الفروع بتاعتنا، سواء كانت مصانع او معارض. اوكي. زودنا عدد العيادات والمصانع، وبدأنا نستخدم البرامج في حتة الكوميونيكيشن. عندنا برنامجين بنستخدمهم، مايكروسوفت ميتنج والزوم، زوم كلاود، علشان الحتة بتاعت التواصل تبقى من خلال هذه البرامج. وكان عندنا بعض الماكينات بتستخدم البصمة، فاحنا لغيناها تماما وكله بقى بنستخدم الكارت. عدلنا مواعيد العمل بحيث تناسب مع الحظر، ووضعنا بعض الاجراءات الخاصه بمراكز بالعاملين الخاصين بمراكز الاتصال، لان في جزء عندنا بيتعامل مع العملاء والافتر سيلز سيرفيسز بتاعتنا بيتعاملوا مع الناس، فدي عملنا لهم اجراءات خاصه في التعاطي والتعامل مع العملاء بتوعنا، وقللنا تزاحم العاملين اثناء الانصراف من العمل، وزعناهم على الخروج بقى على فترات. اوكي، حلو جدا. واخر اجراء احنا خدناه، احنا ادينا اجازه للعاملين 15 يوم. حاليا دلوقتي المجموعه دلوقتي حاليا متوقفه تماما، ما عدا بعض المراكز الخدمه اللي بتقدم خدمه للعملاء، لان ما ينفعش ان احنا نوقف خدمه العملاء. فاحنا كل القطاع الصناعي بالكامل واخد اجازه 15 يوم، هتنتهي ان شاء الله في 15 في 10 ابريل باذن الله ان شاء الله. ربنا يوفقكم ان شاء الله. طبعا احنا عشان برضو خدمه العاملين بدانا نتعاقد مع صيدليات وعيادات خارجيه عشان توفر خدمه للعمال حتى بعد الشغل. فدي كانت برضو خطوه مهمه، ان احنا تعاقدنا مع بعض العيادات الخارجيه عشان تقدم خدمه للعمال في خارج العمل، تتابعهم صحيا وكده. طب الناس اللي انت مديها اجازه دي من رصيدهم؟ لا، الناس اللي هم عندهم امراض لا، دي مدفوعه الاجر. يعني الناس اللي مديها اجازه لحد بتقول 10 4 10 4 مدفوعه الاجر، مش من الرصيد. لا، مش من الرصيد، مدفوعه الاجر. اوكي تمام، اتفضل يا فندم. في بقى الجزء الجانب اللي هو السوشيال ريسبونسابيلتي الخاص بالمجموعه. احنا قدمنا ودعم للمستشفى الحميات، مستشفيات الحميات قدمنا لها دعم بمنقيات الهواء، كل مراكز الحجر الصحي بالكامل وزعنا عليها. الشركه تكفلت ب 30,000 30,000 مواد، 30,000 اسره في مصر وفرت لهم مواد غذائيه، وكان في توزيع مساعدات نقديه على كل اسر في كل انواع انحاء مصر. دي الاجراءات اللي احنا خدناها في خلال الفتره بتاعه الفيروس. دي احد الحاجات اللي احنا برضو عرضوكم الفيديو ده. ده احد الافكار برضو اللي احنا عملناها، ان احنا عملنا ممكن نشغل الفيديو بعد اذنكم. بنشغله. ده شاور اوتوماتيك، ده بنعممه في كل الشركه بدل ما من الحاجات الافكار اللي احنا عملناها. اشكر حضرتك مهندس شريف. شكرا شكرا على الانفورميشن اللي حضرتك بتشير. اوكي، ثانك يو ثانك يو يا دكتور. العفو. طيب قبل ما نرجع تاني نكونتينيو، يعني هنرجع لدكتور ياسر، وكنا عايزين نقول ان احنا دلوقتي لما بنتكلم على الشركات عامله زي اللي مش عارف يعمل بالانس، زي الصوره اللي احنا شايفينها دي. شركتي هي اللي تحت الزلطه اللي في النص دي، انا النهارده انا فين؟ عايزه بالانس بين حاجتين، عايز ديفلوبمنت وعايز سرفايف الكورونا. بعد ما ديفلوب نفسي انا لازم استعد لحاجه اسمها نيو نورمال، ولازم دايما يبقى عندي كرايسيس مانجمنت. فالشركات كلها في موقف لا تحسد عليه زي ما بنقول. طيب احنا لما بنبص للمنظر اللي احنا شايفينه ده، بنلاقي ان انا مش قادر اعمل بالانس، او مش قادر ان انا يعني مطلوب مني ان انا اعمل بالانس بين اكتر من حاجه في نفس الوقت، وجزء كبير من البالانس بتاعي هيكون في الفاينانس. طب الفاينانس هيساعدوني بايه؟ مستر شادي شرح لنا ان كاش از ذا كينج زي ما احنا بنقول، وان المهم قوي ان انا الكاش احافظ عليه.
دكتور بيومي اتكلم قال احنا قفلنا الانتاج وي ستوبد ذا انجن يعني الانتاج. شادي قال انا لو عندي مودلز مش هطلعها. مستر عمار من استراليا قال انا بعمل حسابي بطلع البرودكتس اللي هي الهاي مارجن، ببص الكومبيتيتورز بتوعي ايه الماركت اللي انا اي جين. طب النهارده بقى الفاينانس، عايزين نرجع بقى لدكتور ياسر الجمل تاني عشان احنا محتاجين الفاينانس تساعدنا ان احنا ازاي نفكر تو سيرفايف. ايه بقى اللي زي ما بكده في علاج كده وبيلز بياخدوها المرضى، نعمل ايه؟ نرجع لدكتور ياسر الجمل، يا ريت تكون معانا وسمعنا كويس. هنسأل حضرتك سؤال، بنقول طيب مصر بقى وايكونومي، احنا بعد ما عملنا زوم اوت في الاول واتكلمنا عن العالم واتكلمنا عن اللي حاصل وورلد وايد، شادي كلمنا على السبلايرز والانتراكشن، عمار كلمنا في استراليا، دكتور بيومي كلمنا في مصر وازاي تعامل مع الكاستمرز وازاي تعامل مع المانيفاكتشرنج. طب ايه الامباكت بقى، نزوم على مصر، على الامباكت على الايكونومي بتاع مصر، ايه اللي حاصل وايه الاكسبكتد بقى الجفرمنت رياكشنز، لان مهما كان الشركات كبيره مش هتعتمد على نفسها فقط، احنا محتاجين برضو نعرف ايه رياكشن والجفرمنت هتعمل ايه. فدكتور ياسر. طيب لو خدنا بس نظرة سريعة كده على الاقتصاد المصري فيما قبل الأزمة، وده هنرجع فيه للموازنة العامة للدولة بتاعة 2019-2020 عشان يشوف إيه الأثر اللي ممكن يترتب عليه يعني أزمة كورونا. الإيرادات بتاعت الدولة في آخر موازنة كانت زي ما حضراتكم شايفين في آخر بار بتاع 2019-2020 هتلاقوا أن الإيرادات 1,134,000,000,000 جنيه، ده إيرادات الدولة بتحصل عليها mainly من ثلاث حاجات. تمثل 70% تقريبا من الإيرادات هي الضرائب، وهي الكولوم اللي قبله باتنين اللي هو 856 مليار دولار، 856 مليار جنيه، وده بيمثل تقريبا حوالي 70% او حاجة و70% من اجمالي ايرادات الدولة. ثم يليها البار اللي تحته على طول 274، ده بيسمى ارباح الهيئات الاقتصادية للدولة، يعني كل ما تملكه الدولة من شركات قطاع عام واعمال زي البنك المركزي، البترول، دخلها من السياحة، قناة السويس، شركات البنوك القطاع العام، يعني دي بتسمى أرباح الهيئات الاقتصادية للدولة. ثم يأتي في المرتبة الثالثة وهي نسبة صغيرة خالص اللي هي المنح والمعونات اللي بتجلنا من برا، ودي في حدود 3.8 مليار جنيه. النهاردة الحكومة طلعت بعض الحوافز أو خطة الإنقاذ كما تسمى، بتنقسم لحاجتين اتنين، أدوات تخص السياسة النقدية وأدوات تخص السياسة المالية. السياسة النقدية وهي متمثلة في القرارات اللي طلعت من البنك المركزي، أما السياسة المالية فهي القرارات اللي بتطلع من الحكومة متمثلة في وزارة المالية. لو رحنا للجانب بتاع المصروفات هنلاقي ان اكبر، لو رحنا برضو على اليمين العمود اللي على اليمين 2019-2020 هنلاقي ان خدمة الدين اللي هي في ثالث صف دي بتمثل اكبر جزء من المصروفات بتاعت الدولة اللي هي 570 او 569 مليار جنيه. دي خدمة دين فقط، دي ديون فقط بندفع لها فوايد بمقدار 569 مليار جنيه. بتشكل إجمالي مصروفات على الدولة بتريليون 574 تحت خالص، تريليون 574 مليار جنيه. طيب لو في ظل الأزمة دي احنا زي ما قلنا ان الحكومة عملت حوافز وطلعت بخطة إنقاذ، لكن من ضمن هذه الأدوات اللي تم استخدامها في السياسة المالية هو يعني أمور تخص الضرائب. بعض الضرائب أو يعني كان في كلام إن الضرائب هيتم الشركات هتأجل تقديم إقراراتها لغاية 30/6، وبالتالي الحصيلة الضريبية للدولة من الإيرادات هتقل غالباً. العجز او الموازنة العامة بتاعت 2019-2020 كانت بتعمل عجز تقريبا 545 اللي هو يعني فوق خالص اول لاين ده يمثل المصروفات، اللاين اللي بعده يمثل
الإيرادات اللي هو بتريليون و134، ثم نعدي اللاين اللي بعده على طول اللي هو 820، ده هنقوله بعد شوية. نروح لل 445. 445 دي هي العجز اللي ما بين الإيرادات والمصروفات، فعجز الدولة أو الدولة عندها عجز بمقدار 445 مليار جنيه، اللي هو فرق الإيرادات عن المصروفات. العجز ده احنا قلنا ما فيهوش الاقساط بتاعت الدولة، يعني الاقساط بتاعت القروض اللي على الدولة. الاقساط دي كام؟ هو الرقم اللي تحته على طول 375، دي مقدار الاقساط اللي هيتم سدادها في 2019-2020. لو حطينا الاقساط دي على العجز اللي هو 445 يدينا 820، ودي بتسمى الاحتياجات التمويلية كلها. يبقى الدولة محتاجة ان هي تستلف 821 مليار جنيه في الموازنة العامة بتاعت 2019-2020. الحكومة أعلنت إن هي تقريبا حوالي 550 مليار من 820 هيتم استدانتها بالجنيه المصري، و275 تقريبا هيتم استدانتها أو 270 هيتم استدانتها بالدولار أو بالعملة الأجنبية. طيب، في ظل الظروف اللي احنا فيها دي متوقع ان الجانب المصروفات يزيد، جانب الايرادات يقل، وبالتالي العجز ممكن يزيد، فاحتياجاتنا التمويلية ممكن تزيد، فنلجأ للاستدانة. وبالفعل مصر تقدمت بطلبات في حدود المليار ومئة مليون دولار لمؤسسات دولية مختلفة، واعتقد ان يعني هيبقى في استدانه في الفتره الجايه اكبر، خاصه ان اسعار الفوائد على مستوى العالم نزلت، وده هيشجع الدول ان هي تستلف وتعيد هيكله ديونها مره اخرى، يعني هتحاول تستلف ديون طويله الاجل لسداد مستحقات قصيره الاجل، وده اللي بتعمله الحكومه المصريه بالفعل. طيب لو رحنا للبيج اللي قبلها، معلش يا هندسه، 445 ده العجز من اجمالي الجي دي بي او اللي هو الجروس دوميستيك، اجمالي الناتج المحلي بتاع الدوله، في حدود 6.2 تريليون جنيه مصري. فده كان الدوله بتستهدف ان هي تصل الى 7.2 عجز الموازنه. 7.2 دايما بننسب اللي هو عجز الموازنه كقيمه اللي هي 445 مليار الى الناتج المحلي، فدي هتدينا 7.2. طبعا العجز هيزيد والناتج المحلي متوقع ان معدلات النمو ما تبقاش زي ما قلنا في الجزء الاولاني من السيشن، ان ممكن يحصل انكماش او تباطؤ في حركه الاقتصاد، وبالتالي الناتج المحلي ممكن يتاثر، وبالتالي نسبه بتاعه عجز الموازنه اللي هي 7.2 دي ممكن ترتفع مره اخرى. طيب لو رحنا لموارد الدوله والاحتياطات بقى من العمله الاجنبيه، احنا علينا قروض لغايه 2019، احنا الرقم الاخير اللي تم اعلانه مش ال 108.6، هي 109.3، ارتفعت شويه، بس احنا لسه ما لحقناش نعمل ابديت للرقم ده. هو كان 109.3 ومقابل احتياطي نقدي عندنا 45 مليار دولار، يعني الدوله عليها 109.3 مليار دولار ولدينا احتياطي نقدي 45.3 مليار دولار. احنا دلوقتي 45.5 تقريبا. طيب بالنسبه للديون اللي بالجنيه المصري، احنا علينا تقريبا حوالي 4.2 تريليون جنيه، ده اخر رقم تم الاعلان عنه في مارس 2019، لكن الرقم الحقيقي طبعا اكبر من كده، يقارب ال 5 تريليون جنيه. طيب نروح للي بعدها يا هندسه. دي موارد مصر من العملات الاجنبيه. اللي بعدها، هي دي مظبوط. قناة السويس في 2019 تقريبا جابت 5.7 مليار دولار، السياحة جابت ما يقارب 13 مليار دولار على الشمال، أيوة. تحويلات العاملين في الخارج كانت 25.1 تقريبا، اللي هي الريمتنس، والاستثمار الأجنبي المباشر كان في حدود 5.9 مليار دولار. أما فيما يخص التصدير، وصلنا لأكبر رقم تم تسجيله في الفترة الأخرانية، كان 28.5 مليار دولار. لو قارنا ده بالاستيراد لوحده، الاستيراد لوحده السنة اللي فاتت كان 66.5 مليار دولار. طبعا الاستيراد ممكن يقل شوية، في المقابل التصدير برضو هيقل شوية. قناة السويس ممكن تتأثر بشدة بحركة التجارة اللي توقفت أو اللي شبه توقفت، السياحة برضو هتتأثر سلبا خاصة بعد توقف الرحلات.
تحويلات العاملين في الخارج برضو ممكن يحصل عمليات لاي اوف وحاجات زي كده في الخليج، وبالتالي تتأثر تحويلات العاملين في الخارج وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر. وفيما يخص التصدير، متوقع برضو ان بعد ما مصر طلعت بعض القرارات بخصوص تصدير السلع الغذائية او حظر تصدير السلع الغذائية وخلافهم اللي هي البقوليات بالتحديد، ممكن برضو نشهد تأثر سلبي في جانب التصدير. طيب فيما يخص بقى ايوه احنا دلوقتي ده مهم. طيب حلو قوي، وثانك يو على شيرينج والامباكت والتوقعات. طب الشركات بقى تعمل ايه؟ احنا معانا ناس كتير من شركات، من برايفت بيزنس، من قطاعات مختلفه. ايه بقى يعني البيلز زي ما انت كده كتبتها لنا واقترحتها، يعني ايه المسكنات يعملوا ايه، ياخدوا ايه، يعملوا ايه؟ طيب يعني الشركات ليها او عليها عبء كبير جدا دلوقتي في تحديد طبعا اولوياتها وتحديد خططها المستقبليه. يمكن بعضها الجماعه المهندسين اللي شرفونا في السيشن دي النهارده برضو ذكروا جزء منها، وفي حاجات برضو هنوريها للناس. لو مشينا واحده واحده كده، اول حاجه ان انت يعني you should precisely define new strategies، يعني لازم يبقى في new strategies للشركة في الفترة الجاية. احنا دايما في الشركات بنحب دايما نلخص الobjectives بتاعتها الحاجتين، strategic objectives و financial objectives. ال strategic objectives طبعا هترفلكت على ال financial objectives. الفترة الجاية دي قد تشهد مزيد من الاندماجات، مزيد من الاستحواذات، مزيد من التوسع. بعض القطاعات زي السلع الغذائية والأدوية ممكن يعني السوق يغريهم شوية وبالتالي يتوسعوا. ممكن نلاقي بعض الأعمال تنكمش، فكل ده تخص الاستراتيجيك اوبجكتيفز. اما فيما يخص الفاينانشال اوبجكتيفز ده مهم جدا، عشان نصل اليه ونعرفه كويس لازم نعمل ما يسمى بالماستر بادجت، او اللي هي زي ميزانيه كده مستقبليه للشركه في ضوء السيناريو الحالي وفي ضوء المعطيات الحاليه. ولي لازم تتعمل بما يسمى برضو السيناريو والسنسيتيفيتي اناليسيس. دي تكنيكس مستخدمه عشان احط كذا سيناريو للتوقعات القادمه، وبالتالي اقدر اعرف الكاش بادجتس بتاعتي هتبقى عامله ازاي، وبالتالي اقدر اعمل كاش مانجمنت منضبط للفتره الجايه. في نفس الوقت احنا بنقول للناس ان انت لازم you have to change البزنس والاوبريتنج مودلز بتاعتك. في النهارده يعني ابسط الامثله في الموضوع ده اللي هي work from home. في ناس تانية عملت بزنس مودلز وغيرت خالص طريقه الدليفري للكلاينتس او طريقه التصنيع، ويمكن المهندسين المحترمين اللي معانا ذكروا بعضها خاصه في شركه العربي. لكن مهم جدا من الحاجات اللي الشركات تعملها دلوقتي ان هي تبعت كلير مسج للكلاينتس بتوعها تطمنهم وتقول لهم ان الشركه بتعمل في الظروف الحاليه وفي ضوء المستجدات دي وبتراعي النواحي الصحيه والنواحي برضو اللي هي الايه الخاصه بالهايجين ليفلز يعني او مستويات النظافه عندها، عشان الرسائل التطمينيه دي هتدي يعني انطباع كده للعملاء ان لا الشركه قادره على ان هي تسرفايف في ظل هذه الازمه وان احنا شغالين وان البيزنس از يوجوال. فدي مهمه جدا ان انتوا الشركات، لان المستهلك متوقع ان هيحصل تخارج لبعض الشركات ويحصل عمليات افلاس في الفتره القادمه، فاحنا بنطمن العملاء ان احنا لا شغالين كويس. لازم طبعا نتجه، الشركات لازم تتجه برضو للحلول الالكترونيه والحلول الرقميه الديجيتال والالكترونيك سولوشنز. لازم الجماعه بتوع الماركتنج يستخدموا انوفيتيف تكنيكس. يعني انا من الحاجات اللذيذه جدا اللي قريتها شركة كاباج، دي من الشركات الرائدة برضو في مجال التمويل، وقالت ان هي هتدي يعني الفكرة ببساطة شديدة كأن مثلا انا بقول للكلاينتس تعالوا اشتري مني جيفت فاوتشرز كنوع من انواع التكافل دلوقتي، وبضمن لك ان انت بعد مرور الازمة دي تقدر، او بعد ما نفك الحظر تقدر تستخدم الالف دولار دي في المنتجات بتاعتنا. ودي من الافكار اللي هي يعني هتخلي نوع من تبني كده نوع من انواع اللويالتي مع الكلاينتس، فالناس اللي عندها سيربلس اوف فاندز تقدر تشتري الفاوتشرز دي دلوقتي وتستخدمها بخصومات كبيره بعد زوال هذه الازمه. وبالتالي فكره زي دي ممكن تخلي او تدر كاش فلو على الشركات بحيث ان هي تقدر تعدي الازمه دي.
والحقيقة في ماركتينج تكنيكس وماركتينج تولز كتيرة جدا اللي بيها نقدر نطلع بإنوفيتيف ايديز. الحاجة الثانية ان الشركات تحاول بقدر الامكان تحصل كل الريسيفبلز بتاعتها، وفي نفس الوقت تحاول تأجل كل المدفوعات بتاعتها. الاهم من ده بقى ان الشركات اللي اضطرت ان هي تقلل ساعات العمل لازم المرتبات بتاعتها ترفلكت عدد ساعات العمل دي، وبالتالي تقدر تقلل المصروفات اللي عليها. وفي نفس الوقت احنا ما بنقولش للشركات ان هي تبيع الموظفين بتوعهم ويمشوهم، لا خالص، بالعكس احنا بنقول احنا بنعمل تكنيكس او بنستخدم تولز بحيث ان احنا ندي استمرارية للشركة ومدة اطول، احسن ما الشركة تفضل تدفع مرتبات لمدة شهر بعد كده الناس كلها. لا، من الاول الشركات تتحوط بان هي تقلل التكاليف اللي عليها، خاصة ان الاند يوزرز او الامبلويرز بشكل عام ما بقاش عليهم ضغوط مالية زي الأول. يمكن أقصى حاجة دلوقتي هو بالنسبة لنا الأكل والشرب والعلاج لا قدر الله لو في حاجة زي كده، لكن المصروفات العادية اللي كانت بتتصرف فيما يعني كانت تكون شبه وقفت، يعني خاصة بعد الحوافز اللي البنوك قدمتها، وبعد في تأجيل سداد القروض، وعدم برضو في عدم التنقل، فما فيش احتياج لان انت تمون عربيتك وحاجات زي كده، ما فيش خروجات، ما فيش سهر، ما فيش فسح، فالالتزامات النقدية على الموظفين قلت، وبالتالي ممكن تتكلم. معلش يا دكتور عشان ابقى واضحين، حاجة تتكلم في تقليل بالنسب الهاي سالاريز اللي هم عندهم سيربلس ريفينيو، صح؟ دي حاجة تانية. احنا بنقول ان النهاردة لما نقلل ساعات العمل ده كونسبت بدأ يستخدم في يعني امريكا وفي دول كثيرة اللي هو الشورت بيريدز، وبالتالي انت النهاردة مثلا يا هندسة لو انت تتكلم عن ساعات شغل وبعدين بسبب الأزمة وصلنا لأربع ساعات، فوارد جدا ان انت تقدري تنزلي المرتب بتاعك بحيث يرفلكت الأربع ساعات، او ممكن يرفلكت بصورة اقل حتى شوية، يعني مش لازم أربع ساعات فتنزلي 50%، ممكن تنزلي 20% بس، تنزلي 30%. النقطة اللي بعدها، ودي نقطة مهمة جدا، ان احنا لما نيجي ننزل السالاريز ننزلها جرادولي، يعني مش من اول يوم انا بقص كل اللي انا عايزه، انا بنزلها جرادولي وبطريقة descendingly، يعني بطريقة تنازلية. الناس الكبيرة high income salaries أو high income employees دول يتاخد منهم نسب أكبر من low income employees. ما ينفعش أجي الواحد already بياخد 2000 و 3000 جنيه وأقول له أنا هقص منه 50% زي الـ، لا، هو أصلاً 2000 و 3000 دي يدوب أكله والتزاماته الأساسية. الحاجة الأخيرة بقى والمهمة جدا برضو، إن لازم يكون في يعني تنظيم لل، أو يعني بنسميها كده إيه، يعني تنظيم للعمل والمسؤوليات في الفترة القادمة. لازم يكون التيم يتقسم لثري تيمز. التيم الأولاني ده اللي هو يمشي الديلي أوبريشنز عشان يبقى الدنيا ماشية مش واقفة، وتيم تاني شغلته بس ازاي يفكر في ان هو يعمل ريفينيو جينيريشن وبزنس ديفلوبمنت وبزنس انهانسمنت في ضوء المستجدات اللي موجودة عندنا. ده هيدخل فيها بقى السيلز والماركتينج والناس بتوع البزنس ديفلوبمنت. التيم الثالث، والتيم ده هيبقى خاص بس بعملية الكوست ريدكشن، اللي من ضمنها الأفكار اللي احنا قلناها اللي هي خاصة بالسالاريز والشورت بيريدز. دي كانت some pills كده to stay ahead of the corona crisis يعني. حلو جدا، حلو جدا. طيب عشان الوقت احنا هنضطر نموف ان احنا ناخد بعض الأسئلة عشان الناس اللي هي معانا. اوكي، ايه اول سؤال احنا كان جالنا اوريدي كان معانا من الويبينار اللي فات وما لحقناش نرد عليه، ممكن نسأل شادي معانا. شادي، كان في سؤال، في بعض الاندستريز ما بتعتمدش على الماكينه، يعني في بعض الاندستريز بتبقى هيفلي معتمده على العامل اللي بيجمع بايده او العامل اللي بيعمل الاوبريشن بايديه، تمام؟ فللعمال اللي مش شغالين على مكنه، طيب دول اكيد دلوقتي مع تقليل ساعات العمل والتباعد بين الناس وتقليل الاعداد ابتدت، هل الانتاجيه والافشنسي نزلت ولا انتوا عملتوا ايه؟ طيب احنا بنحاول، يمكن في حاجه في الفويس او كده في السماعه. طب دكتور بيومي، ممكن لو حضرتك معاكي السؤال ده. هو احنا عندنا بالنسبه للمجموعه العربي زي ما احنا قلنا، احنا عندنا مصانع كثيفه العماله، فاحنا عملنا
مسافات ما بين العمال وعملنا بارتيشن ما بين العاملين. بس ده أثر على الإنتاجية؟ هل العامل اللي كان بيتحاسب على الحافز وحافز الإنتاجية والكلام لا ده هو ما أثرش على الإنتاجية، إحنا عملنا بس تباعد ما بين الأماكن اللي قدرنا نبعد نعمل ديستانس ما بين العاملين مينيمم 1 متر، بدأنا نعملها وما أثرتش على الإنتاجية خالص. طيب عمار لو معانا، باشمهندس عمار، معاك يا هندسه. هل حصل تأثير على الإنتاجية بتاعة العمالة أو البرودكتيفيتي؟ ديفينيتلي، بالتأكيد. طب عملت إيه مع العامل؟ أوكي. هو يعني إحنا يعني اعتبرناه جزء من تكلفة مانجينج الريسكس اللي موجودة. مسافات اللي أكبر، قلنا الكوميونيكيشن بين الناس، أو حتى إن إحنا ما بنشتغلش بـ 100% من الكاباسيتي أو في اغلب الاوقات. احنا عارفين ده جزء من التكلفه اللي احنا بنتحملها عشان نتغلب على الازمه. اوكي. طيب لو نسال يعني في سؤال برضو يعني عايزين نساله لمجموعه العربي، انتوا تصوركم ايه او نظرتكم ايه في خلال الفتره القادمه؟ هو مجموعة العرب الفترة اللي جاية مهم جدا الحفاظ على العاملين، دي مهمة جدا بالنسبة لنا. المجلس الإدارة يعني مؤكد تماما الحفاظ على العاملين، دي من الدرجة الأولى، ده من الدرجة الأولى. فطبعا احنا واخدين إجراءات زي ما حضراتكم شفتوها في الإجراءات اللي احنا خدناها، إن احنا نحاول بقدر الإمكان إن احنا ننتج، بس بيئة العمل تكون بقدر الإمكان آمنة، والريسك على قدر الإمكان يبقى قليل جدا. فاحنا بدأنا نعمل سيرفي على كل المناطق اللي فيها ظهر فيها حالات كورونا، وبدأنا نستبعد كل العاملين اللي المناطق دي. احنا حاليا دلوقتي متوقفين، احنا بنعمل بلان الفترة الجاية لما ننزل نشتغل ونبدأ انتاج من اول بعد 10 ابريل ان شاء الله. عملنا سكان على كل البلاد اللي هي او المناطق اللي فيها كورونا واستبعدنا كل الناس. احنا بدأنا بس شوية شوية الناس هتقل. يعني مش هتلاقي ناس بالظبط كده، مش هتلاقي ناس. الفترة الجاية بنفكر ان احنا نقسم العاملين لمجموعات، مجموعات صغيرة، بحيث نشتغل زي نص الاسبوع 3 ايام وثلاث ايام بنص القوة. دي احد التصورات المطروحة الفترة الجاية عشان تستمر عمليات الانتاج، لان احنا اوريدي متوقفين بقالنا اسبوعين، فده هيأثر معانا في تلبية طلبات السوق. الديماند بتاع السوق عالي، موجود، متوفر، وفي ديماند موجود في السوق، فاحنا لازم نشتغل ولازم ننتج الفتره الجايه. اوكي. طيب دكتور ياسر الجمل، في سؤال من الاودينس بيقول لحضرتك، هو بيعتقد ان الصين واخده الفي، هل الصين فعلا واخده حرف الفي؟ يعني ما نقدرش نقول كده دلوقتي لان لسه بدري شويه. الصين يعني لم تعلن تعافي كامل من الازمه دي، يمكن هي توقفت بدري شويه عن العالم كله من شهر ديسمبر او شهر يناير، فما اقدرش اقول ان هو في اقل من اسبوعين ثلاثه نرجع نرد للفي، يعني خاصه ان الصين كمان اقتصادها معتمد على التصدير، فاذا لم يكن لدى دول العالم يعني قدره على الاستيراد من الصين فاقتصاد الصين هيتأثر سلبا، فما اقدرش اقول ان هو في. عشان اقول ان هو في بقى العالم كله رجع لمستوياته الطبيعيه، وده يمكن ما حصلش خالص. طب في سؤال تاني ليك يا دكتور، بيقول حصل سمر الكرايزيس في 2008 زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وحضرتك كنت بتقول ان لسه مسمعه في الايكونومي، ففي حد حضرتك التوقع ان كوفيد 19 فاينانشال امباكت هيقعد قد ايه في الانترناشنال ماركتس؟ والله هو يعني احنا زي ما قلنا في الجزء الاولاني من السيشن ان الازمه بتاعه 2008 و2007 ما زالت مستمره الحقيقه، واثرها لسه يعني معانا. لكن ازمه كورونا سرعت شويه كمان من الاثار السلبيه للازمه دي. احنا يمكن من سنه 2015 واحنا بندي محاضرات فيما يخص اللي هي النكست جلوبال فاينانشال كرايسيس، وكان في توقعات ان يحصل ازمه ماليه جديده على غرار ازمه 2008، لكنها هتبقى مور سيفير عن ازمه 2008، يعني تبقى اكثر قسوه. كونها تبقى اكثر قسوه يعني معناها ان هي ممكن تمتد المده اطول شويه من 2008 و2007. في ناس معلش اسف تو انتربت يو، بس في ناس بتقارنها بالحرب العالميه الثانيه.
يعني هو الحقيقة الاقتصاد أوقات الحروب يعني ما بيبقاش في حالة زي ما احنا فيها دلوقتي، بس بيبقى في حالة ايه يعني بيخدم الحالة الحربية اللي الدولة بتبقى فيها، لكن بيبقى في طلب وفي استهلاك وفي عرض، يعني الدنيا بتبقى شغالة مش في حالة جمود زي ما احنا فيها دلوقتي، احنا في حالة جمود، يعني اذا لم يزول السبب هنفضل حالة الجمود دي. حلو جدا. طيب باشمهندس عمار، هل انت شايف مع وجود الازمه العالميه دي، وبما انك كنت بارت في الاندستري في مصر وانت في استراليا دلوقتي، هل شايف ده ريسك على الجلوبال سبلاي تشينز، والناس هتشتغل اكتر توورز لوكال سبلاي تشينز، ان يبقى في سيلف سفيشنسي في الصناعات في الدول؟ طب لحد ما عمار يجوين، شادي معانا؟ يا شاهين سوري كان في ديسكونكشن معاكي. طيب في سؤال يا شادي ليك على صناعه السيارات في مصر نتيجة Global Supply Chain Crisis، هل الـ Automotive Industry في مصر هتروح للـ Localization أكتر؟ وإيه اللي محتاجين نعمله عشان نصنع مكونات مصرية بشكل أكبر، ولا إحنا هنفضل يعني بنستخدم Offshore Components، نعمل إيه؟ لا، الفترة دي شيرين مش بس صناعة السيارات في مصر، لا كل الصناعات في كل الدول هيعتمدوا أكتر على الـ Localization طبعاً، لأن كان واضح في ديزاستر زي اللي احنا فيها دي أكتر الحاجات اللي اتأثرت كانت السبلاي تشين، والدول اللي كانت عندها السبلاير تير 1 و2 هي اللي كان عندها قدرة إنها تكمل في الصناعة. فأعتقد إن شاء الله بعد الأزمة دي ما تمر هيبقى في إعادة نظر، أقول في تعميق المكون المحلي مش في صناعة السيارات بس، ولكن في كل الصناعات إن شاء الله. طيب سؤال لك يا شادي، حد بيسأل لو infection grow up specially في الورك سايت نعمل ايه؟ لا تاني شنو السؤال؟ حد بيسأل what should we do لو حصل infection بنسبة عالية في السايت بتاعنا في المصنع، نعمل ايه؟ بيسأل. لا طبعا انا عارفة زي ما احنا قلنا خلينا نركز على البريفنشن اكتر، يمكن قلت في الاول احنا بنفولو بمصر طبعا تعليمات وزارة الصحة وايه التعليمات الموجودة، ويمكن السايت اللي بيظهر فيها حالة للكورونا بيتم غلق السايت لمدة 14 يوم. اوكي تمام، هي دي التعليمات يعني وزارة الصحة، وبيتم في خلالها طبعا تطهير السايت، بيراجع كل الناس المخالطين للحالة. اعتقد اللي احنا المفروض نعمله في الاول يبقى في بريفنتيف ميجر اكتر، ازاي ان انا بقى عندي فيزيتور بروتوكول، ازاي ان انا بحط زي البرزنتيشن بتاعت العربي، ببقى اتجه اكتر ناحية البريفنشن. هي بس هو قرار غلق يعني ما فيش تردد، غلق 14 يوم يعني عشان يبقى الإجابة واضحة. طيب ده حسب تعليمات وزارة الصحة إلا لو اتغيرت يعني. ماشي باشمهندس عمار سمعنا؟ طيب علشان أنا قلقانة إن هو بس يكون عنده ميوت. أيوه طيب عشان بياخد وقت بس عشان أطلع من الميوت. سمعت السؤال بتاع الـ Global Supply Chains. أنا أعتقد الفترة اللي جاية اعتماد الناس كلها الـ Supply Chains على المنتج الصيني بالتحديد ده هيتراجع، لان هو لم تضع البيض كله في سله واحده يعني. فحصل هزه في الناحيه بتاعه الصين، اعتقد ان هي عملت دومينو افكت على صناعات كتيره وكده يعني. فانا حتى في الشركه عندنا احنا بنسورس بعض البرودكتس اغلبها من الصين، اعتقد في الفتره اللي جايه هنفكر على الترناتيف سبلايز وباك اب سبلايز وكده. طيب عمار في سؤال تاني ليك، انت عرضت الموديل اللي هو 3 ستيبس اللي بيبتدي من preparedness و response صح؟ في حد من الزملاء بيقولك what is the most worrying area او ايه اكتر حاجة بتقلقك to cover وتنفذ في البلان؟ هو يعني اعتقد اكبر challenge كان موجود خصوصا في الفترة الاولانية كان عدم اقتناع ناس كتيرة بان الـ global pandemic ده is serious. ناس كتيرة كانت بتقول ده برد، أنا عايز يجي لي البرد ده واخلص. فما كان بتهيألي كان الثقافة العامة يعني ما كانتش واخدة الموضوع بجدية، وأعتقد حتى يعني في بلاد معينة اللي دلوقتي هم في كرايسيس جامدة في العدد ده كان الاتيتيود المتكرر، الناس بتستهين بالبراكتسز اللي منظمة الصحة العالمية بتعملها أو الشركات او كده، فده اللي بيوصلنا لان المشاكل تكبر بسرعه يعني.
طيب فثقافة الناس ده جزء كبير، وده يعني لازم بيحصل. طبعا في مثلا ترند بتاع الانتي فاكسرز، ناس اللي مش عايزة فاكسين يعني. فاحنا الحكومة اللي هنا السنة دي تقريبا عملته بشكل شبه إجباري إنك تاخد الفاكسين بتاع البرد، ومع حملات توعية إن فاكسين البرد ده أو البرد بيقلل مناعتك، فلما بتقل مناعتك بتبقى أنت معرض أكتر إن يجيلك الفيروس. وحتى لو أنت شاب وصحتك كويسة مش هتتأثر بالفيروس، فأنت بتحط الناس اللي سنها أكبر أو اللي عندها أمراض مزمنة في ريسك أو كده. أعتقد هي دي أكبر جاب الثقافة بتاعت الناس. اوكي. طب دكتور ياسر، في سؤال لحضرتك بيقول في سلو داون في الجلوبال ايكونومي، طيب وين كان اني كومباني نو فور شور، يعني امتى تتاكد الشركات ان هم محتاجين ياخدوا اجراءات اجريسيف عشان يقللوا الانتاج ويغير الاستراتيجيه بتاعت الشركه امتى؟ لا، هو الحقيقه من دلوقتي لازم نحط استراتيجيز بيزد على سيناريوز. يعني انا في تصوري السيناريو الاولاني ان احنا لا قدر الله يدخل علينا رمضان ونكون لسه في نفس المشكله، هنا بقى هنبدا نتكلم على ان هنشوف اثار سلبيه كبيره وقاسيه جدا لو لا قدر يعني رحنا لرمضان وما بعد رمضان. فلازم السيناريو الاولاني ان انا بتكلم على ان الازمه دي تستمر شهر شهرين، لكن ممكن تستمر 6 شهور، وممكن تستمر لاخر السنه، وممكن بقى تستمر 2 3 سنين زي ما كثير من الاقتصاديين بيتوقعوا، بل بس كمان بيتوقع ان هي تروح للسيناريو اللي هي اللي خايفين منه اللي هو ال شيب، وده ممكن ياخد من 5 إلى 10 سنوات. يعني الكتب بتتكلم على ان الدوره الاقتصاديه للريسيشن ولا قدر الله الديبريشن والخروج من التروف اللي هو النقطه الدنيا تحت في الـ في الـ في الكيرف ممكن تاخد من 5 إلى 7 سنين. فاحنا وده مش بالضروره تبقى 5 لـ7 سنين، احنا شفنا الازمه الماليه بتاعت 2007 2008 احنا ما زلنا مستمرين فيها لغايه دلوقتي، والحكومات عملت اتخذت اجراءات كتيره جدا لكنها مش عارفه تطلع من الازمه. لذلك مهم جدا ان الشركات تحط استراتيجيز بتاعتها بيزد على الورست كيس سيناريو وتبقى جاهزه. حلو جدا. وبرضو عشان نكون صراحه مع بعض، زي ما دكتور ياسر بيقول الشركات العالميه دلوقتي حاطه 3 سيناريوهات، ان الازمه تستمر 3 شهور او تستمر سنه او تستمر 3 سنين. الشركات حاطه السيناريوهات دي من 3 شهور لسنه ل3 سنين، وكل كده هندسه وكل سيناريو له استراتيجيه مختلفه. مظبوط. عشان كده احنا بنوصي دائما بان البادجتنج اللي الشركه تعملها تبقى فيها السيناريوز دي، وتعمل يعني انا بنصح الشركات بان هم يعملوا حاجه اسمها انترفال ميجر. انترفال ميجر ده بنقدر نقيس بيه مدى قدره الشركه على تحمل نفقاتها اليوميه لمده كام يوم. فيعني اقدر في ظل عدم وجود تدفقات نقديه جديده الشركه تقدر تستمر لسداد التزاماتها اليوميه بمقدار او بمعدل كام يوم. ده مهم جدا. في المتوسط هتلاقي الشركه ممكن تستحمل من 3 إلى 6 شهور، بعض الشركات الكبيره تستحمل سنه كامله. عشان كده احنا لما بنقول نقلل او يعني نحافظ على الموظفين بتوع الشركه، احنا بنحافظ عليهم بان احنا نشوف قدره الشركه على ان هي تسدد لهم مرتباتهم لمده قد ايه، وبالتالي الشركه تقدر تحط استراتيجي بقى وتنفذها. حلو قوي. ثانك يو يا دكتور. عندنا سؤال لدكتور بيومي معانا. ايوه مع حضرتك. بيقول بعد الازمه السابقه في مصانع الاجهزه المنزليه نتيجه ضعف القوى الشرائيه وتبعها أزمة كورونا، فكيف يتعامل قطاع مثل خدمة ما بعد البيع في قطاع الأجهزة المنزلية مع ضغط العملاء وحماية المستهلك من جهة، والفجوة في بعض قطع الغيار لتأخر الاستيراد واستمرار التصنيع لتغطية الإنفاق على الصيانة في ظل هذه الأزمة؟ ده سؤال حلو. هو احنا مبدئيا احنا بنعطي أولوية في إنتاجنا لقطع الغيار. يعني انا دلوقتي لو انا عندي خطط انتاج وعندي خطط لقطع الغيار بعطي اولويه لقطع الغيار. العميل لازم القطعة الغيار توصل له في ميعادها عشان ما اثرش على الساتسفاكشن بتاع الكاستمر بتاعي.
فاحنا عندنا السيستم اللي شغالين بيه ان احنا بنعطي اولويه لقطع الغيار دي مبدئيا. ثانيا احنا في العربي احنا اللوكاليزيشن عندنا بيتراوح في بعض المنتجات من 65% لحد 95%، فاحنا معظم القطع الغيار بتاعتنا بنصنعها محلي، بنصنعها في مصانعنا او بعض قطع الغيار بنجيبها من السوق المحلي، فاحنا ما عندناش مشكله ان شاء الله في قطع الغيار. ثانيا احنا عندنا مكاتب، عندنا مكتب للعربي في تايلاند وعندنا مكتب عربي في الصين تشاينا. المكاتب دي بتهندل الحته بتاعه الرو ماتيريالز والكومبوننتس بحيث ان هي تعمل تعدد للموردين من اماكن مختلفه، جيوغرافيكال ارياز مختلفه، بحيث لما يقلل الريسك بتاع الديماند بتاع تاخر خامات المكونات. طيب سؤال تاني برضو، المجموعات العربي رؤيتكم ايه للسوق بعد الازمه وتوقعات الصناعات وخاصه الاجهزه المنزليه، وما هي المتطلبات التي سيحتاجها سوق العمل بعد الازمه؟ هو انا توقعي الشخصي للسوق دلوقتي هيحصل طبعا انخفاض للطلب، الديماند هيقل نتيجه ان المستهلك بيحول كل احتياجاته كلها للاكل والادويه، وبالتالي طبعا متوقع انخفاض الطلب، ومتوقع ان الشركات تتنافس على شريحه ضعيفه جدا من الديماند الموجود في السوق، شريحه الديماند هيحصل له شرينك، والشركات المنافسه والشركات الاجهزه المنزليه تتنافس على الجزء ده. اللي هيقدر يكون قريب من العميل ويوصل له منتج اونلاين انا في رايي يبقى اسرع، اللي هيقدر يحقق كاستمر ساتسفاكشن عالي للكاستمرز بتاعته، يكون كونتاكت مع الكاستمرز بتوعه ويقدر يعمل لهم ساتسفاكشن، هو ده اللي هياخد اكبر شريحه من الماركت. حلو جدا. طيب سؤال لدكتور ياسر، ولانك كنت بتتكلم على الكاش والكلام ده، وحضرتك كنت بتتكلم ان احنا ناجل البيمنتس، في صاحب شركه معانا مستر شبانه بيقول بعض الموردين ابتدوا يقدموا حافز للكاش، يعني حوافز للدفع، يعني اللي يدفع كاش بيقدموا له حافز 3.5% يدفع ولا يأجل وياخدها بيبلز. والله دي النقطة دي متوقف عليها قدرته أو الكاش اللي عنده، يعني 3.5% أنا مش عارف هو الصناعة بتاعته إيه، قد يكون الثلاثة ونص دي يعني شيء مغري بالنسبة له، لكن أنا أميل أكتر لأنه يحتفظ بالكاش، أميل أكتر لأنه يحتفظ بالكاش، لكن يعني هو المدارس الاقتصادية بيقول لك يعني نمشي الدنيا عشان العجلة تدور زي ما بيقولوا، فما نوقفش الحركة، لكن أنا بميل شوية إن أنا أحتفظ بالكاش قدر المستطاع لحين الخروج من الأزمة دي. أوكي شكرا. خاصة ان 3.5% يعني في تصوري، انا معرفش طبعا، باكد ان انا معرفش ايه الصناعة بتاعته، لكن 3.5% تبدو غير مغرية قصاد ان هو يعني يتخلص من الكاش ويدفعه مقدما يعني. اوكي شكرا يا فندم. طيب في سؤال بيقول هل نوقف الانتاج ولا نعمل ستوك؟ يعني احنا نوقف دلوقتي، وده رد عليه اوريدي شادي وقال ان انا لو عندي حاجه اوريدي كفرد انا ما انتجش غير حاجه انا متنبئ اني هبيعها او عندي متاكد اني هبيعها، لان ناس كتير قوي اتجهت دلوقتي انها الحاجه اللي هي مؤكد اني هبيعها والا هيبقى كاش واقف. تمام. دكتور ياسر بيقول امتى عند حد من المخاطر نستطيع نقول اننا لن نعود الى وضعنا؟ عند اي حد من المخاطر نستطيع ان نقول اننا لن نعود الى وضعنا السابق؟ يعني احنا نقدر نربطها بمدة، يعني لو فضلنا على الوضع ده لا قدر الله زدنا عن 3-4 شهور الى 6 شهور، ساعتها ممكن الاقتصاد يتأثر تأثر شديد جدا وهيحتاج وقت للتعافي، لان لو تاخدوا بالكم الدولة مثلا اعلنت ان هي لديها من السلع الاستراتيجية احتياطي يكفي ل3 شهور، فيما عدا ذلك الاحتياطي النقدي بتاعنا يكفي في حدود 8-9 شهور، يعني إيرادات الدولة لو توقفت لمدة من 3 إلى 6 شهور أعتقد يعني هيكون الأثر السلبي على الدولة وعلى الشركات بالتبعية هيكون شديد شوية وهيحتاج وقت طويل للتعافي. طب هل الدولة هتلجأ لأن هي تضم جميع الصناديق الخاصة لموازنة الدولة لتقليص العجز المتوقع والمتوقع والقابل للزيادة؟ وارد جدا، لأن
النوع ده من الأزمات بيجبر الدول على أن هي توحد كل مصادرها من الدخل وتنفق من مصدر واحد. يعني في دبي على سبيل المثال سنة 2008 الحكومة عملت اتخذت إجراء قوي جدا وهو توحيد كل نفقات توحيد كل إيرادات الدولة في صندوق واحد وإخراج كل نفقات الدولة من هذا الصندوق، وبالتالي حصل ترتيب لكل المشروعات اللي كانت قائمة، بعضها كان ذات أولوية يعني قصوى فالدولة كملت فيه، وبعضها كان ليس له أولوية في هذا التوقيت فالدولة أجلت تنفيذ هذه المشروعات. احنا الحكومه اعلنت ان هي يعني هترتب الاولويات، ويمكن تم الاعلان من يومين على ان الانتقال الى العاصمه الاداريه هيتاجل الفتره الجايه. فده بيورينا ان الدوله نفسها بتحاول ان هي يعني تعدي الازمه دي وهي محتفظه باكبر او بقدر كبير من طاقتها وامكانياتها. طيب سؤال، هل في ستيبس متوقعه، خطوات اخرى تقوم بها الدوله او الحكومه عشان تسبورت الايكونومي؟ طبعا لسه في يعني لسه في اجراءات اخرى. احنا يمكن شفنا على سبيل المثال في امريكا بداوا بحزمه اجراءات، يعني في الاول تقريبا كانت حوالي 500 مليار دولار ثم وصلت النهارده ل 2.2 تريليون دولار، وكذلك كثير من الدول. يعني فإحنا النهاردة الحزمة اللي تم الإعلان عنها في حدود 100 مليار، وممكن تزيد بجانب طبعا حوافز أخرى لمحاولة، يعني مش هنقول بقى تنشيط السوق لأن السوق استحالة يتم تنشيطه في الظروف دي. يعني الناس اللي بتتكلم على تنشيط السوق هننشط السوق إزاي؟ أنا النهاردة لما البنك يجي يقول لي هديك 1,000,000 جنيه بزيرو انترست، عمري ما هروح أخدهم، لأني هروح أخدهم أعمل بيهم إيه؟ هنفقهم على إيه؟ فاللي هيستفيد هل البنوك هتقوم بدعم وانها تدي حاجات بزيرو انترست للمصانع علشان تقدر تمول شراء خاماتها؟ هو اوريدي البنوك اعلنت ان هي نزلت من ضمن الحاجات اللي تم الاعلان عنها في المبادره بتاع البنك المركزي، 8% نزلت من 10%، 8% متناقصه للشركات وخمسة للشركات اللي هي الصناعية والشركات الزراعية والسياحية، وخمسة في المية متناقصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. لكن تصل إلى 0% يعني ده بعيد شوية، لسه ما وصلنالوش يعني، لكن يعني ما فيش حاجة بعيدة، خاصة إن لو الظروف يعني سائت عن كده وارد جدا إن البنك المركزي يتجه لطباعة الفلوس، وفي هذا التوقيت يعني هيضطر ان هو ممكن يعني يرفع الفايده مره اخرى عشان هيكون في تضخم عنيف شويه. يعني الحقيقه الموضوع معقد يعني، وهو ما يقدرش يرفع الفايده برضو عشان هو عايز يدعم الصناعات، فعشان كده بنقول مش هينفع ينشط الصناعه لكنه هيحافظ على يعني ان هي يعني يكون فيها نفس يعني ما تموتش. طيب أنا الأسئلة كتير ما شاء الله، فإحنا يعني هناخد شوية أسئلة كمان. إحنا بنستخدم سيستم الفايف وفيرست إن فيرست سيرف، فعندنا سؤال شادي بيقول شادي، في صناعات النهاردة مش إسانشل، صناعة السيارات والحاجات دي مش إسانشل، الطيران حصل فيه ديماند أقل، طب إيه الجوب سكيورتي بلان اللي أنت بتنصح بيها عشان الشركات تقدر تحافظ على موظفينها؟ لأن النهاردة في صناعات تتعرض لهيت جامده جدا زي السيارات والطيران. طيب السيارات مختلفه شويه شيرين، لان السيارات طبعا عندنا الجزء الكوميرشال اللي بنستخدمه في النقل، طول ما في صناعه طبعا مرتبط بالنقل. انا متفق معاكي، انا في شركات كتير عامله بيست براكتس انها تحافظ على التالنت وفي نفس الوقت تقلل الكاش منها، انها مثلا تعمل مش تخفيض، تقلل الراتب بتاع العاملين وتديهم 75% من مرتبهم، وتديهم ال 25% الباقيين بعد 6 شهور بانترست ريت 6% او 7%، فده بيساعد الاورجنايزيشن انها تريزرف الكاش. ده شايفه من افضل البيست براكتس اللي انا شفتها في عدد من الشركات، لانه ما بيقللش المرتب، بالعكس ممكن بيدي العاملين بيد ليف ان هم قاعدين في البيت، وبيديهم 75% من مرتبهم الاساسي و25% بعد 6 شهور بانترست ريت. اعتقد دي من الجود براكتس اللي انا شفتها يعني. حلو جدا. طب برضو في حته يا شادي كنت عايز اسالك عليها، جنرال موتورز ونايك وشركات في امريكا اتجهت انها تطوع خطوط الانتاج بتاعتها انها تخدم الاحتياجات بتاع الناس النهارده،
وفي برضو ترينز لايك 3 دي برينتنج، فكان يو هايلايت الحاجات دي ممكن تعيشنا زي النهارده. وهل الشركات المصريه الصناعيه سوف تتجه الى انها تصنع المستلزمات الطبيه او حتى اللي محتاجاه المستشفيات؟ يعني جنرال موتورز في امريكا بتستغل تطبع 3 دي برينتنج للكفر بتاع الوش، عاملين كفر كده للدكاتره يتلبس فوق الكمامه زي الكفر كده بتاع اللحام اللي احنا اتعودنا نشوفه. اوكي طيب هو ده طبعا يا شيرين جزء من يعني ده المشكله اللي احنا فيها والازمه، ده ناشونال سيكيورتي في الولايات المتحده الامريكيه، ان انت تساعدي الدوله، ان ما ينفعش الدوله تشتغل لوحدها. بس دايما السؤال اللي هيطرح نفسه بعد الازمه دي بتمر، ممكن شركات زي جنرال موتورز وتسلا تغير البرودكت، ما تبقاش بس سيارات ويبقى في دايفرستي؟ ده سؤال اتطرح في اكتر من مكان واعتقد ممكن يدرس. الشركات اللي في مصر برضو قادره، زي شركه مثلا زي العربي قادره انها تشتغل في الفنتليتورز وقادره انها تشتغل في اكتر من حاجه. بس يمكن في كونفرنس سابق معاكي في ديسمبر اتكلمنا على الاندستري 4.0، ومن اهم التولز اللي في الاندستري 4.0 انا شايف انها مهمه دلوقتي هي 3 دي برينتنج. يعني احنا يمكن شايفين الازمه بتاعت الفنتليتور وشايفين ان في اوبن سورس دلوقتي، بس يمكن في وقت هنحتاجه عشان نصنع، حتى لو هنعمل ريفرس انجينيرنج وقت كتير عشان التولي تمتلك النهارده 3 دي برينتر وعندها قدره وهذه التكنولوجي، اعتقد هتستفيد جدا في هذه الازمه انها تعمل سبير بارت، تعمل حاجات مش موجوده لو في ازمه في السبلاي تشين. فمثالي دلوقتي يعني اهميه الاندستري 4.0 و3 دي برينتنج اعتقد بقت اهميه قصوى. حلو جدا. طيب احنا برضو بنحب ان احنا نشير يعني مع الناس، لان احنا طبعا بنعمل الويبينارز دي as a kind of collaboration. برضو احنا كسيمبيس كونسلتنج بنوفر لبعض الشركات اللي عايزة تعدي الكرايزيس فري كونسلتيشن، وكمان في سيمبيس كونسلتنج عندنا يعني عملنا موديل، يمكن الموديل طبعا مش هنخرج بعيد عن زبائننا قالوه، هو عباره عن 3 انجلز، اللي على الشمال بتجارانتي السورسنج، واللي على اليمين بتجارانتي الدليفري، وتحت بتجارانتي البرودكتيفيتي والفاليو ادنج. فوق احنا بنركز على زي ما زمايلنا كلهم قالوا مانجنج الكاش فلو والوايز سبندنج. احنا بنسميه وايز سبندنج لان يمكن انا ممكن يكون عندي ار ان دي بروجكتس وديفلوبمنت، وزي ما شادي قال انا لازم استعد للفيوتشر، ما اقدرش استوب سبندنج في كل حاجه، انا لازم امانج الكاش فلو عشان ما يحصليش كاش بيرنينج. بس في نفس الوقت لو عندي ار ان دي او بروجكتس او ديفلوبمنت اي هاف تو دو ات، بالذات لو انا معدي فيها نسبه كبيره. تحت على اليمين طبعا ان انا بقى كاستمر فوكسد، وزي ما دكتور بيومي منشند وزي ما شادي قال في فلكسبيليتي عندي، وزي ما دكتور ياسر قالها اكتر من مره ان انا ازاي اعمل برودكتس وميكس بين الديجيتاليزيشن والكرنت سيت اب بتاعي، ازاي ابقى ات ذا كاستمر فور ذا كاستمر بيكوز ام بيد باي ذا كاستمر. ففي ناس كتير النهارده بتفكر في الديجيتاليزيشن ان انا هاجي لحد عندك. شركات في السعوديه نزلت ابس، مصانع دلوقتي بتدليفر البرودكت لحد باب العميل، الفود كومبانيز النهارده كريزي بتشتغل على الديجيتاليزيشن والديجيتاليزيشن في السبلاي تشين، المونيتورنج بتاع اللوجيستكس والفليت والديتا اناليتكس. انا النهارده لازم اصنع للعميل بتاعي هيشتريه اللي هيقدر يبيعه عشان امتين الكاش فلو. حاجة مهمة جدا في الكورنر اللي تحت شمال اللي هو البيبل هيلث زمايلنا قالوا، بس مين وايل زي ما دكتور ياسر قال انا عندي بيبل اي نيد برودكتيفيتي، لان انا لو قعدت ناس في البيت وما استخدمتش وما زي ديدنت برودوس انا عندي مشكلة كبيرة. انا محتاجة زي افكر زي ما عمار قال ان الناس تبقى مالتي سكيلد وكروس سكيلينج. بنفكر في حاجات كتير والورك باترن ومانجنج الافشنسي. الموديل ده كله احنا بنعمل عليه فري كونسلتيشن لاي حد عايز سبورت. بالمناسبه دكتور ياسر معانا ومعانا اكتر من حد من التيم بتاع الكونسلتيشن، احنا هنبعت لكم الويب سايت بتاعنا، اتس جوجل فورم يو هاف تو فيل اند وي ار هابي تو سبورت الناس. وفي فري تريننج كورسز برضو مشترك فيها تيمز معانا، وفيها من الويبينارز والكونفرنسز. شادي كان شرح في احد الكونفرنسز محاضره لطيفه عن ازاي بطبق لين از لين انتربرايز، دكتور ياسر بيسبورت بالانترودكشن تو بيزك فاينانسنج وبادجيتنج. يمكن كلنا محتاجين نكولابوريت. احنا covered all the questions و we are happy we will share the presentation مع كل الناس. شكرا لعمار، انا بشكرك وانا بعتذر لك ان احنا مصحيينك متاخر معانا. شكرا لدكتور بيومي. شكرا فندم، شكرا جدا دكتور بيومي على شيرنج الانسايتس دي بالتفاصيل دي، وانك كنت very keen ان الناس تسمع وتعرف للكولابوريشن. شكرا لشادي، ثانك يو يا شادي، لان الاوتوموتيف اندستري بتليد والكوميرشال اندستري طبعا. شكرا شيرين.
محتاجه كل السبورت. شكرا لدكتور ياسر الجمل، يو جيف اس ا جريت فاليو اد بالانسايتس اللي انت اديتها لنا على الايكونومي العالمي وعلى مصر وعلى الحكومه ان وات وي شود اكسبكت. انا ما كنت بقول للناس حطوا سيناريو 3 شهور او سنه او 3 سنين، كانت الناس بتعتبرني ان انا يعني باكزاجريت، بس ثانك يو فور شيرينج ذس، وان احنا فعلا لازم عندنا بلانز. شكرا. وكل الناس اللي بتكتب، ايوه يا جماعه اللي عايزين لينك المحاضرات كلها موجوده على اليوتيوب شانل بتاعتنا في سيمبيوس. لو حضرتك دخلتوا على يوتيوب هتلاقوا سيمبيوس كونسلتنج، هتلاقوا حتى محاضرات الكونفرنسز بتاعت مستر شادي او اي حد موجوده برضو على اليوتيوب شانل بتاعتنا. شكرا وثانك يو. طبعا احنا عارفين وي اكسيدد ذا تايم، بس اي كودنت ريزيست ات. انا اتعلمت النهارده وبشكر كل اللي معانا، وثانك يو على كويشنز، وان شاء الله وي ميت نيكست تايم. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.